صباح الخير. قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري، وده من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا جمانة. صباح الخير عليك يا أحمد، وصباح الخير على حضراتكم جميعا. طبعا نتابع مع حضراتكم ما حدث منذ وقت ليس ببعيد. للأسف حدث ما كان العالم يخشاه، وبدأت عملية عسكرية من جانب روسيا في منطقة دونباس الأوكرانية. دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجيش الأوكراني خلال حديثه منذ قليل إلى إلقاء سلاحه حتى لا يكون هناك أي إراقة للدماء، وأنه لو حصل هتكون مسؤولية النظام الأوكراني. روسيا قالت للعالم أنها لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكن في نفس الوقت لا يمكنها القبول أو قبول التهديدات الآتية من كييف. تحية جمانة. العالم كله استيقظ النهاردة على العملية العسكرية اللي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مدينة دونباس، وأكد بوتين أن الملابسات بتتطلب يعني عملية عسكرية لحماية الشعب. وقال الرئيس بوتين كمان أن صدام القوات الروسية والأوكرانية حتمي، والمسألة مسألة وقت. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع يوم الاثنين اللي فات على مرسومين بيقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين عن أوكرانيا على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ 2014. طبعا هذه الحلقة هتكون حلقة استثنائية عشان نقدر نغطي مع حضراتكم هذا الحدث، ونقدر نقرأ بوادر العملية العسكرية التي قامت بها روسيا من ساعات قليلة. الحقيقة ان احنا معانا يعني هيكون معانا تليفونات، وهنكون مع حضراتكم في قراءة وتغطية مستمرة لما يحدث الآن في أوكرانيا. يعني زي ما كنا بنقول لحضراتكم، منذ ساعات قليلة قامت روسيا بقصف أوكرانيا، وهنتابع مع حضراتكم أهم العواجر وأهم الأخبار العاجلة. يعني منذ دقائق الحقيقة خليني أقول لحضراتكم اللي حصل، أنه ضربات صاروخية تستهدف كييف وخاركيف، وأيضا الرئيس الأوكراني تحدث أنه فرض الأحكام العرفية على جميع أراضي الدولة، وروسيا نفذت ضربات صاروخية على البنى الأساسية في أوكرانيا. العديد من الأخبار الحقيقة تتوالى علينا، لكن هنتابع مع حضراتكم بالتفصيل خلال الوقت القادم. من 7 إلى 10 هنكون مع حضراتكم في تغطية مستمرة لما يحدث في أوكرانيا. جمانة، العملية العسكرية بدأت يعني أثناء انعقاد مجلس الأمن في جلسة طارئة لبحث الأوضاع التي تتم في أوكرانيا، لكن طلع الرئيس فلاديمير بوتين وأعلن وأصدر قرار للجيش الروسي بشن عملية عسكرية على دونباس. أيضا وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذير لكل الدول التي توالي أوكرانيا في حالة التدخل الداخلي في الشؤون الأوكرانية، سوف يكون هناك يعني تدخل ورد لن يحمد عقباه. نتحدث أيضا عن أن وزير الخارجية الأوكراني قال أن يعني الغرض من هذه العملية العسكرية هو تدمير أوكرانيا بالكامل، في وقت أعلن في أن بوتين بدأ حربا شاملة على أوكرانيا. أيضا معنا دلوقتي الأستاذ أديب السيد الخبير بالشؤون الروسية والعلاقات الدولية. دكتور أديب، صباح الخير على حضرتك. صباح الخير.
اهلا بيك يا فندم. يعني بدايه كده، ما هو الوضع تحديدا في اوكرانيا؟ طبيعي انا الان موجود في موسكو، ولكن استطيع ان اتحدث عن البيان الذي القاه او الخطاب الذي وجهه الرئيس بوتين للامه صباح اليوم، والخلفيه التي تقف وراء هذا الخطاب الهام وبالحقيقة المصيري في التاريخ المعاصر لروسيا الاتحادية والإقليم المحيط فيها. نعم، يعني في الحقيقة روسيا تحملت الكثير خلال الأعوام الماضية، ويعني من قبل الغرب كان هناك فعلا يعني تبني كامل من قبل الغرب لسياسة، لما يسمى بسياسة ردع روسيا. وهذا الجانب لم يكن يتعلق فقط بالمجالات العسكرية والحربية والدفاعية، بل صراحة تناول حتى لقمة العيش لدى الشعب الروسي. وأقصد محاولة تعطيل خطط التنمية، وأطلب بذلك ويعني أدلل على ذلك بمثال بسيط. منذ سنوات طويلة وبمجرد تفكير الروس بإقامة خط سير الشمال 1 وسير الشمال 2، قامت الدنيا في الغرب ولم تقعد في محاولة لتعطيل هذه النقلة النوعية في إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا وغيره من المناطق في العالم، والتي من شأنها أن تعود بعائدات هامة على الاقتصاد الروسي. هذا المثال ممكن تعمميه على كافة المجالات في العلاقة ما بين روسيا والغرب. ثم فيما يتعلق بدنباس وفيما يتعلق بالاعتراف الروسي باستقلال إقليمي لوغانسك ودانيسك، هناك قاعدة في القانون الدولي والعلاقات الدولية، وهي أنه عندما تنشأ سابقة من قبل أي طرف فبالتالي لا يمكن إلقاء اللوم على الآخرين بأنهم يحاولوا أن يعيدوا هذه السابقة. عندما قام الغرب وحلف الناتو بقصف يوغوسلافيا واقتطاع إقليم كوسوفا منها والاعتراف باستقلالها بدون أي قرار من مجلس الأمن الدولي، هذا الغرب الذي خلق هذه السابقة يلوم الآن روسيا على أنها بالضبط تعيد تكرار هذه السابقة. ولكن دكتور أديب، حضرتك تحدثت عن يعني محاولة من الغرب بردع بوتين في البداية، واليوم نتحدث عن شن عملية عسكرية على منطقة دونباس في أوكرانيا. هل نحن اليوم أمام نظام عالمي جديد؟ هذا النظام ترسم ملامحه بسياسة الردع؟ سؤال جوهري وجميل جدا. نعم، نحن الآن نقف على أعتاب بلورة نظام عالمي جديد، ولكن وهنا يجب أن نتفهم أو نحاول أن نفهم الموقف الروسي بدون عواطف بالحقيقة. تفضل. عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو باحتلال دول وإسقاط أنظمة سياسية في دول أخرى والسيطرة على أجزاء في دول ثالثة وسرقة نفطها وأموالها، كل هذا تم من خلال الضرب بعرض الحائط كافة المواثيق ومبادئ القانون الدولي، وخاصة مبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مبدأ الذي ينص على ضرورة معالجة النزاعات بالوسائل السلمية وعدم اللجوء للقوة أو التهديد بها. هذه مبادئ جوهرية، وهي التي كرست بعد الحرب العالمية، وهي التي أريد يعني دكتور مهيب، وأنت تتحدث الآن هناك يعني أخبار عاجلة بانطلاق صافرات الإنذار في كييف، وأيضا الجيش الأوكراني يعلن حالة التأهب. تفضل يا فندم. نعم، بالحقيقة يعني وهذه مسألة يجب أن أوضحها، بأن العمليات القتالية جزئيا تدور في منطقة دونباس أي لوغانسك و دانيسك، ولكنها الآن تتركز بصورة أساسية في المدن والمنشآت والمواقع العسكرية الأوكرانية، لأن ذلك مرتبط
بخطأ ارتكبته القيادة الأوكرانية قبل 3 أيام عندما أعلنت على الملأ أنها تريد العودة لامتلاك السلاح النووي. هذه كانت الشعرة التي ظهرت قسم البعير. كيف يمكن لروسيا أن تسمح لدولة يعني نظامها معاد لها بأن تمتلك أسلحة نووية أو أسلحة دمار شامل وهي تقع على بعد أمطار منها؟ هذا الوضع لم يكن لروسيا أن توافق عليه وأن تقبل به. وأنا أستطيع أن أؤكد لك ونحن نقيم هنا منذ عشرات السنوات أن الجانب الروسي أقدم مضطرا على اتخاذ هذه الإجراءات للحيلولة دون وقوع ما هو أسوأ. الأسوأ يتمثل في أن النزاع الأوكراني لو بقي دون حل لأدى حتميا إلى حرب عالمية ثالثة باستخدام الأسلحة النووية. أي ليس حرب عالمية ثالثة بل دعني أقول الحرب العالمية الأخيرة، لأنه لن يبقى بعدها حياة أو يبقى بعدها أي كيانات أو أنظمة سياسية. لذلك أعود إلى النقطة التي توقفنا عندها، وهي أن من قام بتدمير مبادئ القانون الدولي ومن داس على ميثاق الأمم المتحدة، ونحن في المنطقة العربية نعرف، جربنا ذلك على جلودنا، ماذا يعني أن تدوس على مبادئ القانون الدولي؟ الآن لا يستطيع أن يلوم روسيا لأنها لا تتمسك بهذه الأعراف. هم من خلقوا السابقة وهم الآن من سيدفع ثمن. وآمل أنا طيب يعني دكتور أديب يعني عذرا المقاطعة، ولكن أتمنى أن تبقى معنا. نتحول للأستاذ أشرف سنجر، أستاذ السياسات الدولية بجامعة بورسعيد. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح النور دكتور أشرف. يعني أتمنى أن حضرتك تكون سمعت حديث دكتور أديب السيد. يعني هو تحدث عن أن هذه الضربات الروسية على أوكرانيا أنها حق لروسيا أو أنها كرد فعل طبيعي لتحمي حقوقها. كيف ترى هذه يعني وجهة النظر، وكيف ترى العملية العسكرية التي قامت بها روسيا؟ وطبعا أنا هاخد من كلام الدكتور أديب الجملة الأخيرة اللي هو الاعتداء على القانون الدولي. يعني إذا كان هناك اعتداء في السابق فلن يعني نقبل أن يكون اعتداء في اللاحق، وإلا أصبح النظام الدولي أقرب إلى مفهوم العضلات واستخدام القوة. وأنا يعني مع احترام الشديد لحضرته في نقطة برضو استخدام الأسلحة النووية، في قيود كبيرة لا تستطيع روسيا أو أمريكا أو الصين اللجوء إلى هذا السلاح، لأنه سلاح خطير بدمار كبير، ولن تقدم روسيا على استخدامه حتى في العمليات الحالية إذا ما كان حتى هناك في استفزازات ممكن تتعرض إليها روسيا. الموقف تحديدا يعني استهداف بوتين بالتصعيد المتسلسل لضرب طبعا الأماكن اللي فيها العسكرية الأوكرانية، وده يمكن يكون هو محدودية العملية. يعني بمعنى 44 مليون مواطن أوكراني من الصعوبة طبعا استخدام قوة يعني ضخمة تزيد من عدد القتلى الأوكرانيين، وهذا أمر سيدفع طبعا المجتمع الدولي لأخذ إجراءات يعني ربما تزيد عن فكرة العقاب الاقتصادي الشرس ضد روسيا الذي بدأ منذ طبعا التحركات العدائية التي بدأت ضد أوكرانيا. يعني برضو أرجع برضو لنقطة مهمة، أن أوكرانيا حصلت على استقلالها من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق كدول مستقلة يعني، فبالتالي أصبحت لها وضعية في القانون الدولي بأنها دولة مستقلة ذات سيادة
ولكن دكتور أشرف، يعني اسمح لي الآن، هناك عاجل باجتماع طارئ لسفراء الناتو، يعني ما أهمية هذا الاجتماع تحديدا في وقت يعني حذر فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته فجر اليوم بأن هناك يعني تدخل، إذا كان هناك تدخل من الجهات الخارجية في أوكرانيا فسوف يكون هناك رد قوي من روسيا؟ يعني أنا أخشى على أوكرانيا الآن، لأن معركة أوكرانيا تبدو الآن أنها معركة لكسر الإرادة ما بين حلف الأطلنطي وبين روسيا. بمعنى آخر، التردد الروسي الصيني إذا ما تم سيزيل الهيمنة الأمريكية ويزيل الهيمنة هيمنة حلف الأطلنطي، ونصبح أمام نظام دولي جديد تقود الصين وتقود روسيا. هذا أمر من الصعوبة بمكان تخيله، لسبب بسيط، لأن القوة الشاملة للثلاثين دولة لحلف الأطلنطي، أنا بتكلم بمعيار مجرد، الإنفاق الدفاعي لهم يزيد عن التريليون دولار، يعني 1200 مليار دولار. الإنفاق الدفاعي إلى روسيا 66 مليار دولار. فجوة كبيرة جدا في القوة العسكرية والإنفاق الدفاعي، والحروب تحتاج إلى تمويل وإلى عتاد وإلى استمرار. القوة الاقتصادية كبيرة جدا بهذه الضخامة والفروقات الكبيرة، حتى مع جمع روسيا والصين في معركة الموحدة. يعني حضرتك تتحدث هنا عن تكلفة الحرب، يعني ولا أحد خارج دائرة التأثير والتأثر. بمجرد يعني تصريحات الرئيس الروسي اليوم، ارتفع سعر برميل النفط وتخطى حاجز 100 دولار، وأيضا ارتفع الذهب بنسبة تقدر 2%. كيف ترى يعني دلالات هذه الارتفاعات والتأثير على الاقتصاد العالمي بشكل عام لهذه يعني العملية العسكرية؟ طبعا ارتفاعات متوقعة، والاقتصاد العالمي سيعاني من ريسيشن ومن ركود ومن يعني ضعف كبير في روسيا وفي الصين وفي أمريكا وفي أوروبا وفي الشرق الأوسط. هذه تحديات كبيرة على يعني بعد أزمة كورونا، وده اللي بيدل على أن الإيجو أو فكرة الرغبة في أن أثبت كلماتي. أنا في ظني يعني طبعا كل دولة بتحافظ على سيادتها، وكل دولة بتحافظ على هيمنتها، ولكن في مسؤولية عالمية، مسؤولية إنسانية، لأن الأزمات التي واجهها العالم منذ أزمة كورونا يعني قضت على أحلام لمشروعات وألمت دول كثيرة. هذه الأزمة يعني ليس وقتها وليس محلها، وخصوصا أن الأوكرانيين يعني أعلنوا أنهم في سعي للتواصل الدبلوماسي، وأنهم لن يقدموا طلبا للانضمام في حلف الأطلنطي حتى نهدئ من روعة الروس أو موسكو في هذا التوقيت. ولكن طبعا إدارة الأمر في أربعينات القرن الماضي من ذكريات الحرب العالمية والغزو، وأوروبا طبعا لم تتعرض لتهديد أمني بالشكل ده كما تتعرض إليه الآن. هذا أمر يجعل حلفاء الحلف الأطلنطي 30 دولة يجتمعوا، وأنا أتوقع أن هناك أمور ربما ستكون خارقة الآن، لأن نحن الآن أمام معركة كسر الإرادة. من سيجبن أولا؟ من سيتراجع أولا؟ هنا أصبحت المعركة الآن بين قوة كبيرة ضخمة، ربما ده بالفعل واضح جدا في كلمات الأعضاء مجلس الأمن النهاردة، أنهم لن يتراجعوا عن هذا العمل. الخوف، كل الخوف، أن هذا يكون تراب أو فخ لجر بوتين، لجر روسيا إلى معركة استنزاف حتى يتم خنقها، ولا تكون دولة ساندة للصين، لأن الصين هي التحدي الحقيقي لحلف الأطلنطي، ولم تكن روسيا أبدا موضوعة في هذا الشأن، لأنها كان مطروحا عليها في تسعينات القرن الماضي إبان كلينتون أنها تدخل كعضو في حلف الأطلنطي لإدارة الأمن الأوروبي بشكل عام، وتحقيق المصالح لكل الدول في أوروبا، وروسيا جزء من القارة الأوروبية. يعني أنا بتصوري أن هذه الأزمة سيكون لها تداعيات خطيرة، وستأخذ بعض الوقت، بل كثير من الوقت ربما، ولكن الخوف أيضا يقع على الأوكرانيين، لأنهم للأسف سيدفعون ثمنا كبيرا في بين مطرقة بوتين
وسندان الأطلنطي. دكتور أشرف اسمح لي أنتقل بهذه النقطة تحديدا لدكتور أديب. دكتور أديب، يعني كما تحدثنا أن بالطبع ستكون هناك توابع اقتصادية جراء هذه الهجمات، عايز أعرف من حضرتك يا فندم توقعاتك أو قراءتك أو كيف ترى الأوضاع الاقتصادية العالمية في الساعات القادمة أو في الوقت القادم. أنا أعتقد أن العقوبات التي تم فرضها بالأمس ضد روسيا والعقوبات التي يمكن أن تلحق بها بما في ذلك تجميد مشروع سيل الشمال 2 سيلحق الضرر بالمصالح الغربية أسوة بالمصالح الروسية. ألمانيا على سبيل المثال، دول أوروبا الغربية التي تعتمد على إمدادات الغاز الروسي ستجد نفسها بالحقيقة في مأزق، ولقد رأينا كيف أن أسعار الغاز ارتفعت بين ساعة وأخرى إلى ما يزيد عن 2500 يورو لكل 1000 متر مكعب من الغاز. فبالحقيقة هذه التكلفة سيتحملها دافع الضرائب في أوروبا الغربية. وجلي تمام أن أحد الأهداف الأمريكية يتمثل في سعيها لإبعاد روسيا عن سوق الغاز الأوروبي واستبداله بالغاز الأمريكي الأكثر تكلفة والأغلى سعرا بالنسبة للمستهلك الأوروبي. ألمانيا على سبيل المثال تشتري حتى هذه اللحظة تشتري الغاز الروسي بأقل من 200 يورو، بينما وصل سعره العالمي إلى أكثر من 2500 يورو. وهذا الفرق يعطيك صورة عما ستؤول إليه الأمور لو قررت روسيا التخلي عن إمداداتها للطاقة إلى أوروبا الغربية والتحول بالكامل إلى الصين. ولكن دكتور أديب، يعني دعني أبدي ملاحظة بسيطة، معلش اتفضل. ملاحظة بسيطة، يجب على المراقبين أن ينتبهوا إلى البيان الذي وقعه الرئيسان فلاديمير بوتين وجين بينغ في بكين بداية هذا الشهر قبيل الألعاب الأولمبية. هذا بيان جوهري، هذا بيان كرس تحالف استراتيجي ذو أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية ودفاعية بين البلدين. الصين التي تمتلك بلايين المليارات من الدولارات قادرة أن تسد حاجة روسيا وأن تشتري كافة إمدادات الطاقة الروسية في حالة لو تخلى الغرب. باختصار شديد، هذه العقوبات وهذا الوضع سيعود سلبا على الاقتصاد العالمي. نعم. طب وأنت تتحدث هنا يعني دكتور أديب عن يعني التأثر الخاص بالاقتصاد تحديدا، يعني ربما روسيا هي أول الدول التي تأثرت اليوم بتراجع يعني سعر الروبيل فيها، حيث وصل يعني لهذه للمرة الأولى لسعر أقل من 86 روبل للدولار الواحد. يعني كيف ترى ذلك؟ هذه ليست أول مرة يصل فيها الروبل إلى مثل هذه المعدلات. سبق للروبل ولأسباب أقل أهمية وأقل قيمة أن وصل إلى 96 روبل وسرعان ما كان يتراجع. ولكن يجب أن نعلم أنه من الخطأ الاعتقاد أن روسيا التي أعدت لهذه المواجهة منذ سنوات هي لم تحسب بدقة تداعيات هذا الموقف وهذه الأزمة الدولية. روسيا كما قلت قادرة على احتواء تداعيات العقوبات الغربية والتعامل معها، وهي تمتلك من القدرات الاقتصادية والمالية ما يكفي لمعالجة الأزمات التي ستنجم عن هذه المجابهة الكبرى بينها وبين الغرب. وبالحقيقة يعني لدى كل العقلانيين في هذا العالم أمل في أن يقوم العقلاء في الغرب وفي روسيا بمراجعة مواقفهم من أجل يعني احتواء هذه الأزمة والتوقف عند حدودها الأدنى والحيلولة
دون دخول حرب نووية. يعني دكتور أديب، خليني أتوقف مع حضرتك عند هذه النقطة تحديدا، كيف يمكن للاتحاد الأوروبي والغرب، كيف يمكن أن يحتووا هذا الموقف، خاصة إذا نظرنا لكلمة أو تصريح رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أن ما يحدث في أوكرانيا أمر مروع، والاتحاد الأوروبي أيضا صرح بأنه سنحاسب الكريملين على الهجوم على أوكرانيا، كيف يمكن أن يحتووا هذا الوضع؟ الحقيقة أعتقد أن الحل يتمثل في منح روسيا حزام أمان. روسيا طالبت بضمانات أمنية، هذه الضمانات الأمنية يمكن أن نطلق عليها بالعربي اسم حزام أمني يحيط بالحدود الروسية من كافة الجهات، بحيث لا يتم بأي صورة من الصور قبول عضوية أوكرانيا في الحلف الغربي، ولو كانت أوكرانيا والحلف الغربي قد أعلن على الملأ أنهم ليسوا في وادي قبول عضوية أوكرانيا في حلف الناتو لكان الوضع هذا اليوم مختلفا عما هو عليه. روسيا تطالب باحترام نفوذها في الفضاء السوفيتي السابق لأسباب أمنية بحتة، يعني لا يمكن لروسيا أن تقبل أن يقوم حلف الناتو بإنشاء قواعد صاروخية في الأراضي الأوكرانية قادرة على إصابة أهداف استراتيجية جوهرية خلال 3 دقائق فقط في عمق الأراضي الروسية. روسيا لا يمكن أن توافق أن تظهر هناك دول معادية لها في الفضاء السوفيتي السابق تشكل تهديدا وجوديا بالنسبة لها. امنحوا روسيا حزاما أمنيا، توقفوا عن التوسع شرقا وعدم الاقتراب من الحدود الروسية، توقفوا عن الاستفزازات التي كان يوميا يقوم بها الطيران الغربي في الأجواء الروسية وفوق المياه الإقليمية. من هذه الأسباب وهذه القضايا ممكن أن تساهم في التوصل إلى إيجاد حل سريع للنزاع. لو أبدى حلف الناتو وواشنطن مرونة في التعامل مع المطالب الأمنية الروسية بدلا من الادعاء بأن الأبواب ستبقى مفتوحة أمام الاجتماع أمام الجميع لأمام أي راغب في الانضمام إلى حلف الناتو. حلف الناتو برهن للروس أنه حلف معاد لهم، بالمناسبة لم يبرهن فقط يعني قولا، بل أدرج روسيا على أنها عدو في العقيدة العسكرية لحلف الناتو. فماذا في ظل هذه الأوضاع ماذا كان يتوجب على الروس أن يفعل؟ أن يجلسوا مكتوفي اليدين؟ أعتقد أن القيادة الروسية الحالية ما كانت تقبل بمثل هذا الوضع. لكن دعيني أوضح فكرة بسيطة. مع تقديري واحترامي للدكتور ضيفكم في القاهرة، أنا قلت أن من شأن هذا النزاع لو تدخلت فيه الآن قوى خارجية، وكما حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه في حالة تدخل قوى خارجية أو أي طرف تسول له نفسه أن يحاول أن يردع روسيا، هذا سيؤدي تلقائيا إلى مجابهة عالمية واسعة النطاق لا يستحال معها اللجوء إلى استخدام أسلحة نووية. لأنه إذا قام الطرف الغربي باستخدام قنابل وزنها 10,000 طن، من يعطي ضمانات بأن مثل هذا النزاع لن يتوسع؟ من يعطي ضمانات بأنه يمكن السيطرة على النطاق الجغرافي والجيوسياسي؟ واضحت فكرتك دكتور أديب، خليني أنتقل بهذه الفكرة لدكتور أشرف مرة ثانية. دكتور أشرف، يعني الولايات المتحدة ستطرح اليوم مشروع قرار في الأمم المتحدة يدين روسيا، هل يمكن تمرير هذا القرار في الوقت الذي تمتلك فيه روسيا حق الفيتو؟ طبعا من الصعوبة تمرير هذا القرار، لأن الفيتو بيدي لروسيا طبعا رفض هذا القرار، بس ده عمل يعني قانوني أو إجرائي لإعلان موقف من خلال مجلس الأمن. هو الأهم في هذا الشأن هو يعني طول النفس في هذا الصراع، يعني هو خلاص يعني سقطت نظرية الردع مع إطلاق أول صاروخ أو أول طلقة، وبالتالي نحن نتحدث عن آلية جديدة في دراسات الحرب
في التعامل مع المواقف القادمة بالنسبة للموقف الآن. يعني اللي هو بيسموها الجريلا أو حرب العصابات، البعد عن الجيوش المرتبة المنظمة في التعامل مع المواقف اللي على الأرض. يعني هل الأوكرانيين حيندفعوا إلى استخدام هذا النوع من القتال؟ نعم. هل يستطيع بوتين أن يتحرك بدبابات داخل أوكرانيا والوصول إلى كييف؟ ربما يكون من الصعوبة، لأن شكل العمليات الآن هو استخدام لصواريخ محددة بدقة تضرب أماكن عسكرية أوكرانية، لأن مزيد من القتلى من الأوكرانيين سيكون له تداعيات خطيرة. ولكن وربما دكتور أشرف، يعني هناك تصريح للرئيس الأوكراني بأن روسيا نفذت عمليات يعني صاروخية على بنايات أساسية وعلى حرس الحدود في وقت أيضا فيه توالت ردود الفعل. فنجد أن الناتو يعني تحدث وقال يعني بأنه سوف يفعل كل ما في وسعه من أجل حماية حلفائه. أيضا بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني قال أن ما يحدث في أوكرانيا هو أمر مروع. أهمية يعني كل هذه ردود الفعل تحديدا، بالإضافة لأن يعني هناك عاجل خرج منذ قليل بأن جو بايدن الرئيس الأمريكي تواصل مع الرئيس الأوكراني وأبلغه بما سوف يتم اتخاذه في يعني الفترة المقبلة أو الليلة تحديدا داخل مجلس الأمن لجمع كل الحشود العالمية أيضا يعني لحشد الإدانة تحديدا. كيف ترى هذه يعني التصريحات؟ هو عادة في الحروب في الطرفين في بعض الأوقات يعني يزيدوا من حجم الخسائر والضرب المدنيين والأماكن المدنية، أو تقليل حجم القتلى أو زيادة حجم القتلى. هذا الأمر لكسب طبعا التعاطف في هذا الشأن. الآن طبعا الأوكرانيين بأنهم تم ضرب بنايات المدنية، ده أمر وارد إلى أن طبعا هناك تحقيقات والتأكد من هذا الأمر. المهم هو أن أوكرانيا ستكون الطفلة المدللة الآن من دعم اقتصادي وسياسي وعسكري، لأنها أصبحت الآن هي بين مطرقة وسندان لكسر إرادة. يعني الأطلنطيين أو الحلف الأطلنطي مع طبعا الولايات المتحدة 30 دولة للحرب دي أو الغزو ده بيمثل بداية يا إما انكسار الأطلنطي وأمريكا وتشكيل نظام دولي جديد تقوده روسيا والصين، أو أنهم يمكثون فترة طويلة من الزمن لإدارة النظام الدولي لما تم كسر بوتين. وطبعا أمريكا أعدت العدة لتقييد الصين بعدما جهزت طبعا الهند واليابان وجنوب وكوريا الجنوبية وأستراليا. صحيح. وحلف الأطلنطي. ما زالت أمريكا، وده ليس يعني يعني تعاطفا مع قوة هنا أو هناك، هو التحليل هنا هو تحليل مجرد. ما زالت أمريكا لها من الهوى والرغبة في العالم، لدول العالم، بأنهم ينتمون ويلتفون حول الولايات المتحدة الأمريكية يعني تقود النظام الدولي. يعني عدد الدول التي تقع في شأن التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية عدد كبير ليس صغير، بينما تقف الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية. يعني هذه دول يعني لا يمكن بالقياس أن تمثل توازنا حقيقيا. صحيح. بكلام مجرد عن حسابات الرقمية للاقتصاد وللإنفاق الدفاعي. نحن الآن نتحدث عن مأساة تحدث الآن للشعب الأوكراني، لأنه يعني شعب ككل الشعوب اختار استقلالا وسيادة، ولكن كان له رغبة في أن يدخل الأطلنطي، وحاول الرئيس الأوكراني التواصل مع بوتين قبل الضرب للحلول أو الوقوف ضد
بدء العملية العسكرية. طيب دكتور أشرف، بما أن حضرتك تطرقت لهذه النقطة، يعني أوكرانيا لم تنضم لحلف الناتو رسميا بعد، أو لم تنضم للحلف بعد، ولكن حلف الناتو يعني هناك اجتماع طارئ لسفراء حلف الناتو. عايز أعرف من حضرتك يعني ماذا تتوقع؟ هل سيقوم حلف الناتو بمساعدة أوكرانيا عن طريق إرسال أسلحة فقط، أم أنه سيكون هناك تدخل عسكري؟ هم أوريدي أمدوا الأوكرانيين بأسلحة متطورة لمواجهة العمليات اللي هي التكتيكية على الأرض، وليس طبعا لإسقاط الصواريخ التي حدثت. بوتين ربما يكون مدركا أن أوكرانيا تكون فخا له ولقواته ولكسر هيبته داخل أوكرانيا، وهو يحاول أن يقوم بهذه العملية باستخدام الصواريخ بعيدا عن دخول قوات حقيقية لاحتلال كييف. ولكن إذا دخلت بيلاروسيا في هذه الحرب، لأنها طبعا جارة لأوكرانيا، أفتكر الأمر قد يبقى أصبح متجاوزا لحدود ربما الأطلنطي أو دول الأطلنطي تبدأ في ضرب بيلاروسيا. يعني ده أمر ممكن أن يتوقع في السيناريو القادم، بمعنى إذا موسكو ضربت أوكرانيا فممكن بيلاروسيا تؤدب أيضا من قبل الأطلنطي. يعني هذا أمر اللي هو هيبقى ضرب بالوكالة، يعني في دول الصغيرة، وهذه مأساة الدول الصغيرة في النظام الدولي. نعم دكتور أشرف، ربما يعني ما يبرهن صحة كلامك تصريحات الآن أو خبر عاجل الآن من حرس الحدود بأن الهجمات على أوكرانيا تمت انطلاقا من داخل روسيا وبيلاروسيا. كنت معنا أستاذ أو دكتور أشرف سينجر، أستاذ السياسات الدولية بجامعة بورسعيد، شكرا لك. هذا كان معنا دكتور أديب السيد الخبير بالشؤون الروسية والعلاقات الدولية، شكرا لكم. مشاهدينا نخرج الفصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم هذه التغطية، ولكن بعد الفصل. مرحبا بحضراتكم من جديد مرة تانية. تغطية خاصة لما يحدث في أوكرانيا، ومنذ ساعات قليلة بدأت عملية عسكرية من جانب روسيا في منطقة دونباس الأوكرانية. معنا الآن أستاذ طارق البرديسي الخبير في العلاقات الدولية. أستاذ طارق، صباح الخير على حضرتك وأهلا بك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني إحنا أمام طبعا يعني مشهد طارئ، وشايفين زي ما كنا بنتكلم يعني عن بدأت عملية عسكرية من جانب روسيا، وشايفين أيضا اجتماعات طارئة، وشايفين تصريحات تخرج من الغرب. عايز أعرف من حضرتك يا فندم تداعيات ما حدث، تداعيات هذه العملية العسكرية من جانب روسيا، ماذا سيفعل الغرب، ماذا سيفعل حلف الناتو؟ يعني لو حضرتك تقول لنا يا فندم قراءتك للمشهد. يعني ده يعني حدث ما كان متوقعا، واتصور انه يعني الناتو والولايات المتحده الامريكيه لم تدر الازمه يعني بشكل فيه الكفاءه المطلوبه والفعاليه
المتوقعة، لأنه يعني فيما يتعلق بالضمانات التي طالبت بها يعني روسيا، كان من الممكن يعني إعطائهم حد أدنى من الضمانات من التأمينات، لكن يعني غض الطرف عن هذه المطالب الروسية أدى إلى تصاعد الموقف وإلى حدوث ما كان الكل يعني يتوقعه ويخشاه. لكن يعني أيضا يعني فيما يتعلق ب يعني ماذا يملك الغرب، يعني يملك الغرب يعني العقوبات الاقتصادية، هذه الورقة، وأتصور أن هذه الورقة الروس يعني أعدوا نفسهم جيدا لكيفية يعني تفادي هذه الآثار وتلك العقوبات، وأيضا يعني ذلك التحالف الذي يعني تم عقده ما بين الصين وما بين روسيا. يعني أتصور أن كل هذه الأمور يعني تم حسابها. أما فيما يتعلق ب يعني فكرة ومقاربة الغرب والناتو والولايات المتحدة للتحذير من هذا الهجوم ومن هذا الغزو، يعني هذا التحذير والتنديد والصراخ والعويل كان بديلا عنه هو اتخاذ يعني موقف جدي والجلوس مع مباشرة، وأقصد تحديدا جو بايدن مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وأيضا يعني إجراء هذه المقاربة ومحاولة نزع فتيل الأزمة منذ يعني شهور مضت. أتصور أن هذا يعني الإرجاء والتسويف والتلكؤ من جانب الناتو والولايات المتحدة أدى إلى حدوث يعني هذا الغزو المتوقع. أما فيما يتعلق بالمجتمع الدولي، أما فيما يتعلق بالنظام الدولي، فيما يتعلق بفكرة الأمم المتحدة وأن ذلك يمثل اعتداء على الأمم المتحدة، أتصور أننا الآن يعني نعود مرة ثانية إلى قاعدة أساسية للأسف الشديد تحكم يعني العلاقات، فكرة أن القوة هي التي تخلق الحق وتحميه، القوة هي يعني مصدر القاعدة ومصدر يعني تأسيس العلاقات ما بين الدول. نعم أستاذ طارق، حضرتك تحدثت عن أن ورقة الضغط التي ضغط بها يعني دول الغرب تحديدا على روسيا كانت العقوبات الاقتصادية ولم تكن كافية. الآن ونحن نتحدث معنا هناك تصريحات لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعدما تحدث مع الرئيس الأوكراني وأخبره بأن الغرب لن يقف مكتوفي الأيدي أمام حملة بوتين ضد الشعب الأوكراني. كيف ترى هذه التصريحات وما هي الخطوة المقبلة لدول الغرب تحديدا لوقف يعني هذه الحملة العسكرية؟ يعني أتصور أنهم يعني ورطوا الرئيس الأوكراني ورطوا أوكرانيا، وكانت أوكرانيا هي الضحية ما بين ذلك الصراع ما بين تمدد الناتو وما بين روسيا الاتحادية، كانت هي الضحية أوكرانيا. وأتصور أنه يعني هذه التطمينات لم يعد لها يعني مغزى أو لم يعد لها معنى، يعني فيما يتعلق ب هي هذه المقاربة الغربية وتحديدا الولايات المتحدة وفي ركابها المملكة المتحدة، عندما قالوا عندما يتم الغزو سيكون العقوبات بالمرصاد، حتى زيلينسكي نفسه قال ما يفيدنا بعد الغزو أن يكون هناك عقوبات. إذا أيضا في تصريح جو بايدن والذي قيل عنه زلة لسان عندما قال سنسمح يعني بغزو جزئي ثم تراجع عن ذلك الكلام، صحيح. أتصور أن كل هذا كان فيه يعني ضعف وفيه نوع من التردد وعدم الحكمة بالنسبة للناتو والولايات المتحدة. إن كانت الولايات المتحدة في يعني تصريحاتها مع المملكة المتحدة يعني اللهجة عالية، ولكن نجد أيضا الألمان يعني نجدهم مترددين، نجد أيضا إيطاليا مترددة، نجد أيضا فرنسا مترددة، نجد أن الموقف الأوروبي منقسم على نفسه، نجد أن يعني ليسوا في قارب واحد وليسوا يعني على قلب راجل واحد، بدليل أن المصالح متباينة. عندما تكون المصالح يعني مختلفة ومتباينة تكون يعني ذلك تلك المواقف غير المتماسكة من جانب الناتو.
ولكن أتصور أن فلاديمير بوتين يعني ورجل المخابرات استطاع أن يكون يعني أن يعقد يعني تصورا ومقاربة واستعدادا لهذه الإجراءات وردة الفعل الغربي، والتي يعني ستكون يعني فيما يتعلق بالشجب بالتنديد بالمساندة. لكن يعني خذ هذا المثال، عندما تقوم ألمانيا بإرسال يعني الخوذات للأوكران، ماذا ستفعل الخوذات الألمانية أمام الصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة؟ يعني أستاذ طارق، هل تعتقد أنه رد الفعل الغربي ستوقف فقط عند الدعم والشجب وإرسال الخوذات؟ يعني فيما يتعلق يعني هل سيستطيع أن يعني يدخل مباشرة في مواجهة مع روسيا؟ لا، الولايات المتحدة قالت لن نحارب في أوكرانيا نيابة عن الجيش الأوكراني، وإنما هي المساعدات والمعونات والدعم. لكن هل هذه المساعدات، حتى هذه المساعدات العسكرية، هل ستستطيع أن توقف الغزو وهذه الضربات الموجعة المؤثرة التي خطط لها من قبل فلاديمير بوتين؟ هل يعني المساعدات أيا ما كان نوعها، هل ستستطيع أن تقف أمام هذه الفرسانة وهذه يعني روسيا؟ مهما قيل من أن روسيا أقل فيما يتعلق بموضوع القوة الاقتصادية، وأن اقتصادها يعني يعادل ولاية كاليفورنيا أو أقل من إسبانيا أو إيطاليا، ولكن فيما يتعلق بالقوة الخشنة، فيما يتعلق بالمواجهة العسكرية، فيما يتعلق بهذه القوة، أتصور أن روسيا يعني أضحت قوة عسكرية عالمية يعني يعمل لها ألف حساب. فأتصور أن الغرب لن يستطيع أن يدخل في هذه المواجهة التي كان من الممكن أن تؤدي يعني إلى كارثة وإلى فناء الكرة الأرضية، ولكن سيكون هناك هذا الدعم، دعم طيب أستاذ طارق، هل تعتقد أنه كان يمكن للغرب أن يحتوي هذه الأزمة بشكل أفضل حتى لا نصل إلى هذه النقطة؟ الله ينور عليك، بالفعل لو كانت هناك مقاربة تتمثل في إعطاء تطمينات لفلاديمير بوتين أنه يعترف له بأمنه الحيوي، بمجاله الأمني، بأنهم لن سيكون الناتو لن يكون على يعني أبواب موسكو، بأن الأمن جزء لا يتجزأ للجميع، بمعنى أنه لا نستطيع أن نتحدث عن أمن أوكرانيا، ولا نستطيع أن نتحدث في ذات الوقت عن أمن روسيا الاتحادية. إن كان هناك تلك اللقاءات المباشرة ما بين الزعماء في النت، وتحديدا أقصد جو بايدن مع فلاديمير بوتين، أتصور أن هذه المقاربات الاستباقية، هذه المقاربات التي كان من الممكن أن يعني تصنع يعني فارقا وتجعل فلاديمير بوتين يعني لا يسلك ذلك المسلك، أتصور أن السيناريو سيكون مختلف تماما. أما الآن نحن نتحدث عن يعني تصعيد، نتحدث عن رفع سقف توقعات روسيا، كان الحديث عن يعني أن الأوبن دور أو الباب المفتوح تجاه أي دولة تريد الانضمام إلى الناتو، سواء كان يعني جورجيا ولا أوكرانيا. الآن الأمر أصبح مختلف، جد مختلف. إذن يعني بالفعل كان القوة الصواريخ الباليستية والترسانة العسكرية يعني أصبحت يعني أصدق إنباء من الدبلوماسية، وأصبحت يعني تشكل تلك ملامح العلاقات ما بين الدول. ولا ننسى أن روسيا لها الفيتو، حق الاعتراض في مجلس الأمن، أن الصين لها حق الاعتراض الفيتو في مجلس الأمن، أنها دول نووية كبرى، وأن الأمر ليس يعني علاقة مع دول عادية، وإنما هي دول كبرى عظمى عسكرية. نعم أستاذ طارق، يعني هناك أيضا تصريحات للمستشار الألماني أوليف تشولتز، يعني قال إن الهجوم الروسي على أوكرانيا يوم أسود لأوروبا. يعني ربما هذه التصريحات تتفق مع التصريحات التي خرج بها أيضا وزير الخارجية الأوكراني، والتي تحدث فيها عن أن مستقبل أوروبا والعالم على المحك. هل نحن أمام نظام عالمي جديد، ربما أوروبا خارج هذه المعادلة الجديدة فيه؟
بالفعل يعني أتفق تماما في هذه النقطة. الآن بيتشكل ملامح نظام عالمي جديد. الآن باتت روسيا وتصور في مرحلة تالية مع الصين تشكل يعني قوة وقطبا كبيرا في هذا العالم. أتصور أيضا أن أوروبا يعني باتت في منتهى الضعف، ولم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية أن يعني تحميها. أتصور أن أوروبا الآن يعني أصبحت يعني مكسورة الجناح، منزوعة المخالب والأنياب عندما اعتمدت على يعني حليفتها الكبرى سيدة العالم الولايات المتحدة. والولايات المتحدة يعني كانت وجهت يعني ضربات واتخذت سياسات تتسم يعني بعدم الصدق مع حلفائها الاشتراكيين في حلفائها الاستراتيجيين في الناتو. ذلك يتمثل في عديد من النقاط. عندما طالب يعني دونالد ترامب بان ضروره ان يدفعوا فواتيرهم في هذا الحلف، حلف الناتو. عندما ايضا قام جو بايدن بالتوجه وعقد ذلك الحلف وصفقه الغواصات النوويه مع المملكه المتحده واستراليا بعيدا عن فرنسا، واعتبر بمثابه يعني طعنه في ظهر فرنسا. كل هذه السياسات من امريكا يعني بينت انها لم تكن يعني مخلصه مع حلفائها الاوروبيين، وبينت ان اوروبا اصبحت يعني مكشوفه فيما يتعلق بالامن. وكان من المبكر يعني الاعتماد وتفعيل ما قاله إيمانويل ماكرون عندما قال ان حلف الناتو ميت سريريا او ميت اكلينيكيا، وعلى اوروبا ان تعتمد على قدراتها الدفاعيه الذاتيه. طيب استاذ طارق، يعني بالحديث وبالاشاره عفوا الى هذه النقطه تحديدا، يعني اذا نظرنا ورجعنا كده بالتاريخ الى الوراء ونظرنا للحرب العالميه الثانيه، من الدروس المستفادة في الحرب العالمية الثانية أنه يصعب الدخول في حرب مع روسيا في شرق أوروبا. هل لهذا السبب تحديدا تحسب أوروبا خطواتها جيدا، أم أن أوروبا تفاجأت ولم تتهيأ لهذا السيناريو واختارت أو توقعت أنها سياسة العقوبات وفرض العقوبات ستكون كافية؟ يعني هي أوروبا الآن هي في حيص بايص كما يقولون. ذلك أن يعني قال يعني تذكر تصريح إيمانويل ماكرون عندما اجتمع بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، وقال إن أمن روسيا من أمن أوروبا، وأن يعني الأمن كل لا يتجزأ. فيعني أتصور أن هذا التصور يؤكد على الآتي، يؤكد على عدم وجود رؤية استراتيجية موحدة متماسكة للأوروبيين، وأن كل له يعني توجهه ورؤاه، وأن أوروبا في مجملها اعتمدت، وكان هذا خطأ استراتيجي كبير، على الولايات المتحدة وخذلتها الولايات المتحدة، وذكرت أمثلة على ذلك الخذلان. وتصور أن للأسف الشديد أن سيدة العالم، أكبر قوة استراتيجية وعسكرية في هذا العالم أمريكا، يعني لا يحركها إلا الأموال، لا يحركها إلا المقابل المجزي. هي لا تتحرك عشان يعني سواد العيون الخليجية أو زرقة العيون الأوروبية، حتى وإن كانت عيون أوكرانية. أمريكا يعني أصبحت دولة بتعتمد على التخبط والغموض، وهي يعني هي سياسة أتصور أنها أضرت الحلفاء وأضرت الأصدقاء. صحيح. قبل الخصوم، وكانت النتيجة أن أوكرانيا هي الضحية. أما فكرة يعني البروباغندا سواء كان من الولايات المتحدة أو بالنسبة للأوروبيين فيما يتعلق ب يعني ذلك الصراخ والتوقع أن فلاديمير بوتين سيهجم وسيغزو أوكرانيا، أتصور أن كل تلك المقاربة وذلك التعامل لم يكن مجديا ولم يكن حصيفا. وكان الأولى هو إعطاء يعني تلك التطمينات للروس بدلا من
يعني الدخول في 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 هذا المنزلق وهذا أستاذ طارق. يعني وأنت تتحدث عن أمريكا، يعني واشنطن أعلنت بأن سوف يكون هناك مشروع قرار لإدانة روسيا داخل مجلس الأمن الليلة الخميس، كيف ترى مصير هذا المشروع في ظل امتلاك روسيا لحق الفيتو؟ يعني فعلا يعني الكلام عجيب، ويعني كلام أقرب ما يكون إلى الكوميديا السوداء. يعني مشروع القرار لكي يصبح قرار يعني فاعلا ومؤثرا، يعني لابد والولوج إلى أو الاحتماء بالفصل التابع، لابد من عدم استخدام الفيتو، عدم استخدام حق الاعتراض. والأمم المتحدة عندما تم إنشاؤها في 1945 بعد الحرب العالمية الثانية، فكافأوا الخمس الكبار، خمس الدول الكبار التي حاربت المحور بحق الاعتراض. ومن ضمن الخمسة الكبار طبعا معروف الصين هي مع روسيا واضح، وأيضا يعني هي روسيا صاحبة المشكلة. فلا يمكن لهذا القرار أن يصدر، ولا يمكن لمثل هكذا قرار أن يصدر وفيه يعني وفيه دول لها حق الفيتو، حق الاعتراض. إذن هي يعني أتصور هو تخبط، هو ضحك على الذقون، هو كلام لا ينطلي على ربما عدم استيعاب لما يحدث أيضا. بالفعل هو لا، هو كان من المتوقع، ولكن يعني عدم القدرة على التعامل مع ذلك الموقف الجديد. ولكن لو كان هناك يعني تلك الحصافة، وكان الاستعداد يعني مبكرا مع عدم الدخول إلى ذلك السيناريو، أتصور أن الموقف كان سيختلف تماما. أما فكرة الاعتداء على الأمم المتحدة والفكرة أن النظام الدولي يعني بات يتهدد، أتصور أن هذا الكلام يعني لا ينطبق على الأقوياء، لأن الغرب أنفسهم يعني والناتو نفسه لم يحترم الشرعة الدولية ولم يحترم القانون الدولي. يعني هو الذي يعني غزا العراق وغزا ليبيا وقام بضرب يوغوسلافيا، ويعني اذا اتصور ان كل هذه السوابق تدل على انه الكل تورط، وان الكل لم يحترم الشرعة الدولية، وان الكل لم يحترم التنظيم الدولي او الامم المتحدة، او يعني فكرة ما ينبغي أن يكون في العلاقات مع الدول. تصور أن الكل يعني أعطى تلك السوابق العملية في عدم يعني احترامه وتقديره للقرارات الشرعية الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأمم المتحدة. إذن هم في الكل يعني في عدم الرضوخ لهذا القانون الدولي العام، أتصور أنها يعني شريعة الغاب، القوي لا يتقيد بتلك القوانين وهذه القرارات. يعني أتصور وكأن القانون الدولي وكأن القرارات الدولية وكأن التنظيم الدولي يعني نسج أو صيغة للتحكم والتطبيق على الدول العادية والدول الضعيفة. أما الدول صاحبة الترسانات النووية والصواريخ البالستية وهذه يعني الترسانة المهولة، أتصور أنه من الصعب أن تلزمها أو أن ينطبق عليها يعني هذه المبادئ، مبادئ التنظيم الدولي والقانون الدولي العام. يعني أتصور أن هذه لحظة يعني تاريخية كاشفة بتؤكد المكانة الجديدة لروسيا الاتحادية، المكانة الجديدة للقيصر فلاديمير بوتين. روسيا بوتين تختلف تماما عن روسيا يلتسن أو روسيا غورباتشوف. أتصور أن هذه هي روسيا الجديدة، هي تشكل يعني ملامح هذا العالم الدولي الجديد، أصبحت قطبا يعني كبيرا عسكريا. وتصور أن يعني التعامل إذن اتضحت الصورة. الأستاذ طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، شكرا لك. شاهدين الثامنة صباحا وموجز لأهم الأنباء مع آية كفوري، تفضل يا آية. شكرا جمالا، شكرا أحمد. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصرية، أهلا بكم.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس جنوب شرق أوكرانيا. وفي كلمة وجهها للشعب الروسي شدد بوتين على أن موسكو لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية، موضحا أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. وطالب بوتين الجنود الأوكرانيين بإلقاء أسلحتهم على الفور والعودة إلى ديارهم، مشددا على أنه في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور. При этом призывы России к выстраиванию من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة وحلفائها سيردون بطريقة موحدة وحاسمة على هجوم غير مبرر من جانب القوات العسكرية الروسية على أوكرانيا. وأضاف بايدن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اختار حربا مع سبق الإصرار ستؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ومعاناة بشرية، مشيرا إلى أن روسيا وحدها هي المسؤولة عن الموت والدمار الذي سيحدثه هذا الهجوم، مضيفا أن العالم سيحاسب روسيا. وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نداء إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب باسم الإنسانية. وقال غوتيريش بعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا إن عواقب الحرب ستكون مدمرة لأوكرانيا وبعيدة المدى بالنسبة للاقتصاد العالمي. ندد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بقوة بالهجوم الروسي على أوكرانيا، مؤكدا أن أعضاء الحلف سيجتمعون لبحث التعامل مع عواقب الأعمال العدوانية التي أقدمت عليها موسكو. وفي بيان له أكد الأمين العام للحلف أنه رغم التحذيرات المتكررة اختارت روسيا طريق العدوان على دولة ذات سيادة ومستقلة، داعيا موسكو إلى وقف عملها العسكري فورا واحترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها. وأضاف ستولتنبرغ أن الحلف سيجتمع للتصدي لأعمال روسيا العدوانية، مشددا على أن الحلف يقف مع شعب أوكرانيا في هذا الوقت العصيب وسيفعل كل ما في وسعه لحماية جميع الحلفاء والدفاع عنهم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو تستهدف البنية التحتية للجيش والدفاع الجوي والقوات الجوية في أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة ولا تهاجم المدن الأوكرانية. وأفادت إحدى الوكالات الأوكرانية بوقع هجمات صاروخية على منشآت عسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا، وبأن القوات الروسية قامت بعمليات إنزال في مدينتي أوديسا ومارياوبل الساحلتين في الجنوب، كما أبلغت عن إخلاء موظفين وركاب لمطار بروسبيلس في كييف. عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا طارئا جديدا بشأن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا. واتهمت وكيلة الأمم المتحدة العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري دي كارلو خلال الاجتماع موسكو بانتهاك سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها أمام أعين العالم، فيما حث سفير ألمانيا روسيا على وقف تحركاتها العسكرية ضد أوكرانيا على الفور وسحب قوتها. كما أكد سفير أوكرانيا بالأمم المتحدة أن روسيا أعلنت حربا وعلى مجلس الأمن الدولي وقفها. ومن جانبه أكد سفير روسيا في الأمم المتحدة أن ما يحدث ليس حربا وإنما عملية عسكرية، مبررا العملية الروسية بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. انتهى موجز 8 وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. Thank you.
أهلا بكم مشاهدينا مجددا. مشاهدين صباح الخير يا مصر، ما زلنا نتابع ونرصد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتصريحاته بشن عملية عسكرية على مدينة دونباس في أوكرانيا، شرق أوكرانيا تحديدا. ولمزيد من التفاصيل ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق. صباح الخير يا أستاذ عماد. صباح الخير على حضراتكم وكل يعني أهلا بكم. أستاذ عماد، يعني قرار نجد اليوم يعني بعد وقوف تحالفات وقوى عظمى وجها لوجه، هل ما نعيشه اليوم هو أشبه بحرب عالمية جديدة مع اختلاف دولة بولندا بأوكرانيا؟ إلى حد ما نعم، يعني لكن يصعب التنبؤ أن ستكون حرب عالمية. يعني سنكون محتاجين إلى بعض الوقت حتى نتبين كيف سيتمدد هذا الصراع، هل يعني سيكون عسكريا واضحا وسافرا بين الغرب والشرق، ام انه سيقتصر ربما على حرب بالوكاله او استنزاف او ربما حرب اقتصاديه. هناك اكثر من سيناريو البعض بيرجحه في اتجاه الولايات المتحده، قالت اكثر من مره ان احنا سنحارب عسكريا في اوكرانيا، لكن واضح انه ما يحاربوا اقتصاديا. بالامس شفنا القرارات العقوبات الاقتصاديه اللي تم فرضها على المؤسسات الماليه الروسيه، وهي قرارات صعبه جدا. ثبت الروبل الروسي اللي هو العمله الروسيه يهبط يعني في ادنى مستوى ليه في 15 شهر. التحسب روسيا بتزود اوروبا ب 41% من الغاز، 27% من البترول، اكثر من 30-40% من الوقود العقوري الفحم. فهل اوروبا قادره على التخلي عن الطاقه الروسيه؟ الولايات المتحده بتحاول تقنع اوروبا انها تلغي نورد ستريم 2 او خطوط الغاز اللي هي جايه من روسيا الى اوروبا. النهارده اول ما يعني بدا الدخول الروسي الى اوكرانيا سمعنا انه عدد كبير من الدول الاوروبيه بتقول والولايات المتحده سنفرض عقوبات قاسيه جدا على روسيا. هذه العقوبات قد تشل الاقتصاد الروسي، هل روسيا مستعده لهذا الامر ام لا؟ هذا سؤال. قد تشل يا فندم الاقتصاد الروسي، لكن اذا تحدثنا تحديدا عن قطاع الغاز والنفط قد يكون سلاح ذو حدين يا فندم، لانه روسيا عفوا الغرب واوروبا يعتمد على 40% من الغاز الروسي. نعم انا قلت ذلك، لكن هل الغرب يعني هناك تقدير ان الغرب لا يستطيع ان يتخلى عن الغاز الروسي. الولايات المتحده تريد من الغرب ان يتخلى عن الغاز الروسي وتؤمن له احتياجاته من مصادر اخرى كثيره، منها دول في شرق المتوسط، منها قطر، منها الجزائر، لكن هل ده سيكون كافيا ام لا؟ هذا سؤال مفتوح لا استطيع ان اجزم به ولم يجزم به احد حتى الان. فبالتالي حتى هذه اللحظه نحن نتحدث عن عقوبات اقتصاديه شديده، هل ستتطور ام لا؟ هذا ايضا يتوقف على مدى الدخول الروسي، هل سيؤمن فقط منطقه دونباس ويؤمن لوجانسك ودونيتسك اللي هم الجمهوريتين المستقلتين اللي تم الاعتراف بهم اول امبارح، ام انه سيدخل ايضا الى الاراضي بقيه الاراضي الاوكرانيه وكييف. كان هناك هجمات او قصف روسي لمناطق حول كييف هذا الصباح، ولا نعرف ايضا حتى الان هل هذه الضربات لشد القدرات العسكريه الاوكرانيه ام انها اوسع من ذلك. اظن انه طبعا استاذ عماد حضرتك تتوقع انه سيتم التوقف عند اقليم دونباس ولا انه هيمتد اكثر لداخل الاراضي الاوكرانيه؟ تقدير انه سيتوقف عند دونباس، لن يتمدد بريا الى الداخل، لكن سيميل الى بطبيعه الحال الى تحييد مصادر القوه الاوكرانيه. الرساله الاساسيه عشان الناس برضو الساده المشاهدين يبقوا فاهمين، الهدف الروسي من كل هذه العمليه او سبب الازمه كلها، الروس بيقولوا نحن نريد هدفين اساسيين، الهدف الاول الا تنضم اوكرانيا الى حلف الناتو، الا يكون هناك نصب لمنظومات الصواريخ الاطلسيه في اوكرانيا. لان هذا الامر هو تهديد للامن القومي الروسي ونحن لن نقبل ذلك. روسيا بتفكر الغرب وبتفكر امريكا، بتقول لهم لما ظهرت ازمه الصواريخ الكوبيه الشهيره سنه 1961 او ما سميت بعمليه خليج الخنازير، حينما حاول الاتحاد السوفيتي في هذا الوقت نصب صواريخ نوويه او صواريخ عابره
للقارات في كوبا، الولايات المتحدة تحركت، والرئيس الأمريكي في هذا الوقت جون كينيدي قال لن نقبل بهذا الأمر وسنزيلها فورا. وانتهى الأمر في النهاية أنه تم إزالة الصواريخ السوفيتية من كوبا في 61. وبالتالي هم يقولون هذا المثال هو أيضا واضح أنه كان هناك اتفاق في سنة 1991 حينما انهار الاتحاد السوفيتي. الولايات المتحدة أبلغت الاتحاد السوفيتي، أبلغت موسكو بوضوح أنها لن تتمدد شبرا واحدا ناحية الشرق. لكن الأمر انتهى لأن كل دول أوروبا الشرقية أو دول شرق أوروبا التي كانت حاليا جزء من الاتحاد السوفيتي، كانت جزء من حلف وارشو الذي تقوده موسكو، قد انضمت إلى حلف الناتو باستثناء أوكرانيا، لأن أوكرانيا ملاصقة للحدود الروسية. وبالتالي الروس يقول نحن عومنا بعدم احترام واضح منذ عام 1990، تم اختراق وخرق كل التعهدات. ولن نقبل أن يكون هذا الأمر مستمرا، وسنحاول استعادة الاحترام لروسيا مرة أخرى. هناك وجهة نظر أخرى تقول أن قد لا يتدخل الغرب عسكريا ضد روسيا، لكنه يميل إلى استنزافها على المدى الطويل. وإذا كان قد نجح في استنزافها وسقوط الاتحاد السوفيتي سنة 1990، فإنه في هذه المرة يريد أن يحجم طموحات بوتين، فلاديمير بوتين، ويمنعه من التمدد أكثر أو الاعتقاد أنه قد امتلك مصادر قوة كبيرة. في كل الأحوال هذا الموضوع مفتوح على كل الاحتمالات، وعلينا ان ننتظر. لكن يعني بطبيعه الحال هو امر خطير جدا يعني، وتاثيراته ستكون واضحه على الجميع غالبا. استاذ عماد، وحضرتك يعني بتتحدث عن فكره التاثيرات، فلا احد يعني بعيد عن التاثير والتاثر ايضا، وخصوصا في الشق الاقتصادي. يعني منذ ان بدا هذا التدخل العسكري او هذه العمليه العسكريه في اوكرانيا، يعني بمتابعه لما يتم في الاقتصاد العالمي، يعني هنلاقي ان سعر برميل النفط وصل ل 103 تقريبا دولار امريكي، ايضا الروبل الروسي انخفض في يعني ادنى مستوياته لم يصل اليها من قبل، وفي المقابل كمان بنشوف ارتفاع للذهب بنسبه 2%. شايف ده ينعكس ازاي اقتصاديا يا فندم على يعني او هذا التدخل العسكري على اقتصاد العالم ككل؟ يعني لما نبص الخريطه الاقتصاديه، يعني روسيا واوكرانيا من الدول الكبرى المصدره للقمح مع الصين او الحبوب عموما. والمنطقه العربيه معظمها بيعتمدوا على هذا الجزء. احنا جزء مصر من جزء اساسي من استيرادنا من القمح موجود من روسيا ومن اوكرانيا. وكما نعلم نحن من اكبر دوله في العالم بتستورد قمح هي مصر، حوالي 13 مليون طن. سيكون هناك ارتفاع، حصل بالفعل امبارح ارتفع 6%، القمح ارتفع حوالي 40% طوال السنه اللي فاتت 21. هذه الازمه ستكون سبب، يعني حسب طول الازمه، يعني الى اي مدى سيستمر هذا يعني الاشتباك الخشن مستمر، وبالتالي هيأثر على اسعار الحبوب، فبالتالي سيدفع الجميع الثمن، كل من لا يعتمد في غذائه على نفسه هيدفع ثمن. هذه قناعه والقواعد. استاذ عماد، يعني ممكن نستاذن حضرتك يعني تبقى معنا على الهاتف، نذهب سريعا الى روسيا، وتحديدا الاستاذ تيمور ديودار مستشار قطاع الاعمال والعلاقات الدوليه. صباح الخير يا استاذ تيمور. صباح الخير. يعني في البدايه عاوزين نطمن من حضرتك على الجاليه المصريه في روسيا. في روسيا زي الفل. انا عايز اطمن اهالي الطلبه المصريين في أوكرانيا. أنا على تواصل مع طلبة من خاركوف، من كييف، في المخابئ من الصبح. ما فيش أي حاجة بتحصل في المدن، ومش هتحصل إن شاء الله. تم قمع بعض البنية التحتية الأوكرانية للقوات الأوكرانية، فده أهم شيء كنت عايز أقوله. بخصوص الحوار مع زميل معاكم، سعر الحديد، سعر الذرة، سعر يعني الحديد، الفحم، الذرة، القمح، السكر، كل الكوموديتيز هتبقى هتلاقوا اسعارها دلوقتي في زياده 25%. مشكله هتكون على الكل.
الخطر الأكبر ربما المواجهة مع الغرب، الحرب دي أو العملية دي مش مواجهة ضد أوكرانيا، إنما ضد الولايات المتحدة والأطلسي. فإحنا في انتظار طبعا تطورات، أو نعيش مع تطورات خطيرة تاريخية. أستاذ تيمور، بما أن حضرتك يعني موجود في روسيا، حبنا أعرف من حضرتك ردود الأفعال. ردود الأفعال من ناحية تأييد يعني العملية دي ولا أي يعني ردود الأفعال عقب الإعلان عن هذه العمليات العسكرية؟ طبعا بالنسبة للروس والأوكران صدمة. يعني أنتوا لو فتحتوا الإنترنت هتلاقوا مدن كييف وأوديسا خاركوف عادية، والناس رايحة الشغل وكده، لكن علشان ما حدش عايز يصدق حتى في أن الروس بيحاربوا الروس. ف يعني معنويا مش مستوعبين بجد، يعني تعتبر مأساة وكارثة للشعب. احنا شعب واحد الروس والاوكران. فربنا يستر العملية تعدي على خير. شجار سياسي بين السياسيين، ومش عايزين نكون ضمن القصة دي كشعب كمواطنين. طيب أستاذ تيمور، يعني بحسابات المكسب والخسارة وبالنظر إلى الجانب الاقتصادي، ما المخاطر التي يمكن أن تحملها هذه الأزمة إلى العالم؟ المخاطر زي ما الزميل ذكر، أكبر موردي القمح والذرة والزيت الطعام، الزيت العادي اللي بنشتريه في المحلات، أوكرانيا وروسيا. في الأرجنتين، في كندا والولايات المتحدة، لكن النسب المحاصيل بتاعتهم مش هتكون قد كده. لا. فبالطبع ده هيؤدي إلى مشكلة في تضخم في الغذاء. نعم. والحديد والطاقة هيضربوا طبعا فوق العرض. نعم. للأسف. أستاذ تيمور، يعني حضرتك في بداية الحديث تحدثت عن يعني ما صرحت به وزارة الدفاع الروسية بتدمير البنية التحتية الأوكرانية تحديدا للقوات الجوية الأوكرانية. أيضا هناك حديث من الجانب أو من الطرف الآخر من أوكرانيا تحديدا بإسقاط 5 مروحيات أو 5 طائرات روسية، بالإضافة لمروحية. ما مدى صحة هذه الأنباء؟ صدقني لا أدري، لأن المروحيات تستخدم في دعم الغزو البري. بيحصل فعلا، أنا على تواصل مع الزملاء من أوكرانيا. لا. في توغل، لكن ليس كما هو يصور. للأسف الشديد الكل يستطيع الدخول على الويب كامز للمدن الأوكرانية، وسوف يعني تلاحظون هدوء. ما لا توجد قوات روسية في المدن، وهي لن تكون هناك. يعني تم الغزو، نفترض يعني تدخل في الداخل الأوكراني، هيحوطوا المدن الكبيرة، مش هيبقى في تدخل ولا حرب شوارع ولا كلام الأفلام ده. علشان احنا شعب واحد. أكيد. بخصوص المروحيات والكلام ده، ما فيش داعي نصدق دلوقتي اي اخبار جايه جديده، لازم التاكد منها. طيب، في تصريحات دلوقتي لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بيقول فيها ان بوتين اختار اراقه الدماء في اوكرانيا، يعني كيف تقرا هذه التصريحات؟ تحريض غربي متواصل على مدار ال3 شهور اللي احنا مشاهدينهم في الخلاف بين موسكو وواشنطن، وطبعا الحليف الاساسي لواشنطن لندن، والعدو اللدود عبر القرون يعني لروسيا. نعم. لندن. فده تحريض تحريض تحريض. والمشكلة القائمة دلوقتي ان روسيا لقد بلغ السيل الزبا بها من ان هي تستحمل استخدام اوكرانيا ضد روسيا. واحب ان اذكركم ان الاوكران بعد الانقلاب في 2014، الجماعه الانقلابيين غيروا بدعم من امريكا، غيروا الدستور وحطوا في الدستور سطر ان هم هيكونوا اعضاء في حلف الاطلسي، وده خط احمر طبعا. فهم عملوها
ودلوقتي بيدفعوا المسؤولية. ثمان سنين كان في حوارات، كان في كل شيء كان موجود، انتهى الموضوع واضح كده. حتى الرئيس يعني بصراحة أنا مستغرب أن الرئيس الروسي وعمره ما تكلم مع الرئيس الأوكراني، مع أن الرئيس الأوكراني لما انتخب حاول يتقرب من روسيا. ففي حاجة في عقل السيد بوتين ما كلموش ليه ما عرفش، لكن زيلينسكي الرئيس الأوكراني قال النهاردة أنا حاولت أتصل ببوتين ما ردش عليا، ما معناها أن بوتين مش معبره، لأنه معتقد أنه هو التابع للإدارة الأمريكية ومدار من قبل الإدارة الأمريكية. فالموضوع سياسي بحت للأسف الشديد، وكلنا حنتضرر منه كشعب الكرة الأرضية ومواطنين الكرة الأرضية. بكل تأكيد. أستاذ تيمور يعني ابقى معنا، خلينا نروح لأستاذ عماد الدين الحسيني. يمكن أستاذ عماد احنا معنا صورة مباشرة الآن من كييف، وزي ما احنا شايفين عربيات ماشية في الشارع، والوضع إلى حد كبير يعني مستقر وهادئ في كييف. خلينا عايزين نعرف من حضرتك يا فندم يعني توقعاتك في الساعات القادمة، وتوقعاتك للسيناريوهات أيضا القادمة. ظني الشخصي يعني بناء على متابعة ما يحدث طوال الأيام الماضية وطوال الأزمة حينما كانت الحرب كلامية، هو أن روسيا تميل إلى الحصول على تعهد من الغرب أو من أوكرانيا أو من كليهما أنه لن يكون هناك تمدد لحلف النيتو، لن تكون هناك منظومات سلاح. الاتحاد السوفيتي أو روسيا حاولت الحصول على هذا التعهد مرارا وتكرارا، لكن الغرب رفض، وشفنا في الأربع أسابيع اللي فاتت كان هناك خناقة كبيرة جدا على الرد، طبيعة الرد المكتوب الذي كانت تود روسيا الحصول عليه الولايات المتحدة، وجاء خلافا للرغبة الروسية ليس واضحا او رافضا لهذا التصور. وبالتالي بدانا يعني مرحله الصراع الخشن، تحريك الصراع من كلام وتصريحات ناريه الى النار نفسها، لاجبار اوكرانيا على التراجع عما تنتوي، او اجبار الغرب على احترام التعهدات القانونيه. هل الغرب سيميل الى اعطاء بوتين هذا الثمن ببلاش؟ اظن صعب جدا، لانه البعض بيقول انه لو تهاوننا مع بوتين الان، الغرب يعني اقصد، فانه سيفعل مثل ما تهاوننا مع هتلر في 1939 حينما سمح له بغزو بولندا وتشيكوسلوفاكيا. نعم. مع فارق التشبيه بطبيعه الحال، لكن نحن بصدد صراع سياسي عسكري على النفوذ. من الذي يقود العالم؟ من الذي يكون له القوه الكبرى؟ من الذي يكون له الكلمه العليا؟ بوتين يحاول تحسين موقف بلاده، وقال اكثر مره نحن نريد اعاده الاحترام، فبالتالي سيضغط عسكريا باقصى ما يستطيع. نعم. مره اخرى لا اتوقع ان يغزو الاراضي الاوكرانيه غزو بري، لكن النمط الحديث الذي يعني نراه في المعارك العسكريه هو القصف الجوي المستمر المتواصل، تحييد مصادر القوى الاوكرانيه، ضرب الاهداف القوى العسكريه الاوكرانيه المباشره، بحيث ان تكون الرساله واصله انه هذا هو الثمن الذي ستدفعه لو كنتم مستمرين في يعني الانضمام للنيتو وتنفيذ الاجنده الامريكيه وتهديد الامن القومي الروسي. نعم. الا اذا، لان هناك ايضا سيناريو اخر، ان يكون البعض يريد مواجهه اكبر، فتفلت الامور كما حدث صحيح. في الحرب العالميه الاولى او الثانيه، ونشهد صراع مدمر ستدفع ثمنه كما تحدث الاستاذ تيمور، البشريه باكملها. وهذا هو الخطر يعني الان مع العولمه التي نعيشها مره ثانيه، العالم كله سيدفع الثمن، خصوصا فيما يتعلق بالاقتصاد، البترول 103 دولار، الامن الغذائي، غالبيه الحبوب بتاتي من هذه المنطقه، اسعارها ترتفع، كل مواطن في العالم سيدفع الثمن بدرجه او باخرى. صحيح. يعني وتأكيد لكلام حضرتك لأن كل مواطن هيدفع الثمن في العالم ككل، هو ارتفاع برميل النفط. يعني شفنا في بداية الأزمة تخطى حاجز من 90 دولار وصل ل 100 دولار، النهاردة 103، وبعد التصريحات يعني خلاص يقترب ل 100 من 102 عفوا ل 103، خلاص بيقترب ليها. شايف انعكاس ده ويعني فكرة الارتفاع المتزايد بشكل سريع جدا خلال ساعات قليلة، إزاي هيقف العالم أمام هذا الارتفاع؟ أخي الكريم يعني سأقول لك ببساطة، في مصر
على سبيل غير يعني الحمد لله بالامس وزير التموين طمأن ان مخزون القمح بيزيد عن 4 شهور. صحيح. احنا من حسن الحظ نسبيا ان احنا محصول القمح تم توريده يعني لدينا جزء من الاحتياطي المحلي. صحيح. لكن وكان في امبارح تاكيدات يا استاذ عماد لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ان في 250 الف فدان تم زراعتهم قمح. بالضبط. ومجلس الوزراء امس في اجتماعه اكد على ان احنا مستعدين لمواجهه ده، لكن انا اتحدث على المدى البعيد. انت اليه تسعير البترول اللي احنا بنعملها الوقود في مصر كل 3 شهور، ما هو الجزء الاساسي منها بيعتمد على سعر العالمي او سعر البترول. يعني سعر البترول والحكومه المصريه اكثر من مره تتحمل فارق السعر حتى لا يرتفع السولار، لكن الى اي درجه ستستطيع التحمل اذا استمر البترول بهذا السعر حاجه ب 100 دولار؟ ده صعب التنبؤ فيه. مش مصر بس، كل الدول المستورده للبترول او التي تعتمد في جزء منها بترولها لا يكفي. نحن لدينا في الغاز اكثر لكن نستورد بترول، فبالتالي سيكون هناك ثمن سيدفعه المصريون بالثمن سيدفعه عدد كبير جدا من سكان العالم سواء في الحبوب او النفط او سلاسل الامداد عموما خصوصا في السلع المنتجه في هذه المنطقه. او اذا اضطررت أن تحل دولة على سبيل المثال أنت تعتمد في مصر والمنطقة العربية على تأمين الحبوب من أوكرانيا وروسيا بنسبة كبيرة جدا أكثر من 60-70%. صحيح. في بعض الدول 90%. طب لما تغير روسيا وأوكرانيا بدولة زي كندا على سبيل المثال أو أمريكا، ما ده في سلاسل الإمداد ممكن يكلفك سعر أكبر. دي التفاصيل التي لا يشعر بها المواطن العادي في مثل هذا النوع من الصراعات، لكن هو الذي سيدفع الثمن في الدول والاقتصادات والموازنات اللي هي كانت معدة ومصورة على أسعار نفط معينة أو أسعار سلع أساسية معينة. فبالتالي نحن في اشتباك لسه في مراحله الأولى، وعلينا أن ننتظر قليلا. هل من الممكن بقى إيقاف هذا الاشتباك وهو في مراحله الأولى؟ يصعب إلا إذا حصل أحد الطرفين على حقوقه كاملة وسلم له الطرف الآخر، أو أن الطرفين يميلان إلى تسوية ما يسمى بالكومبرومايز أو حل الوسط التاريخي، أنه الغرب يراعي الشواغل الأمنية الروسية ويحترم هذه الشواغل ويتوقف عن التمدد إلى الحدود الروسية مباشرة كما يريد الآن، أو يعني هل يريد استنزاف روسيا بحيث أن يدفعها على المدى الطويل إلى تفريغ مصادر القوة الخاصة بها. كلها سيناريوهات يعني تحتاج إلى بعض الوقت، لكن واضح أن الرئيس الروسي عازم على يعني وضع يعني فرض الأمر الواقع على الغرب، بحيث أن هو موجود جوه أوكرانيا بيضرب مراكز القوة الأوكرانية رسالة مفروض تكون وصلت. كيف سيستقبلها الغرب؟ هل العقوبات تكون كافيه لكي ينفصلها؟ تاريخيا العقوبات وحدها لا تكفي لارغام دوله مثل روسيا. استاذ عماد، يعني خليني اولا اشير لهذا النبأ العاجل. هناك انباء عن يعني ان اوكرانيا تعترف بفقدان قريتين في منطقه لوغانسك. خليني اعود مع حضرتك مره ثانيه لنقطه العقوبات. يعني ألمانيا تحدثت وردت في الوقت الحاضر على تعليق إصدار ترخيص لأنبوب نورد ستريم 2. ويعني هو ما يعني أن الإمدادات الحالية الحقيقة للنفط والغاز الروسي لأوروبا لن تتأثر، لأنه لسه الخط لم يكن كمان قد دخل في الخدمة بعد. لكن موسكو على الجهة الأخرى أكدت أنها ملتزمة بكل العقود. عايز اعرف من حضرتك يا فندم في الفترة القادمة، احنا شايفين انه يعني سعر النفط بالفعل عمال يرتفع 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 في اوقات قليلة جدا، وصل لاكثر من 103 دولار للبرميل لاول مرة منذ 7 سنوات. اللي جاي بالنسبة لاوروبا ايه يا فندم، ولمن اليد العليا الان؟ على ارض الواقع كما نعلم هناك نورد ستريم الرئيسي او الاول، وده بيمر عبر الاراضي الاوكرانيه من الاراضي الروسيه. روسيا من اوائل الدول في العالم تصديرا او انتاجا للغاز. زي ما قلت في بدايه الكلام، اوروبا كليا بتعتمد بنسبه 41% من الغاز بتاعها على روسيا، وبترول حوالي 27%، ومن السحب على 35%. فبالتالي دي نسبه كبيره جدا من دوله واحده للقاره كامله. طبعا الولايات المتحده تريد منذ سنوات تريد اقناع اوروبا بعدم الاعتماد على الغاز الروسي او على الطاقه الروسيه، لكن
في مسألة الغاز تحديدا هناك مشكلة أن الولايات المتحدة بالمناسبة هي عملت اجتماعات كثيرة جدا مع موردين كبار للغاز لإقناعهم بأن يحلوا محل روسيا في إمداد أوروبا بالغاز، لكن كل هذا الجهد لن يكون قادرا على تعويض نسبة كمية الغاز الروسية، أو سيكون السعر مغالى فيه لأن روسيا وأوروبا استثمروا كثير جدا في نورد ستريم 1. ودي نقطة مفصلية يا أستاذ عماد، يعني هل ده معناه انه الغرب سيسمح لاوكرانيا بالتخلي عن دونباس بدلا من الدخول في هذه الحرب وتفاقم الوضع اكثر فاكثر؟ البعض قيل ذلك، لكن وجهه النظر الاخرى تقول اذا سمحنا لبوتين ان يحقق اهدافه وحتى مرحليا فمعنى ذلك انه سيتمدد اكثر. وبالتالي امبارح كان في تصريح لافت من المستشار الألماني الجديد أنه نحن قادرون على الاستغناء عن الغاز الروسي. لا أعرف مدى دقة هذا الأمر وهل هم فعلا قادرون أو لا، ومن أي مصادر سيتم التعويض ليس فقط لألمانيا ولكن لأوروبا. وبالتالي ورقة الطاقة هي ورقة مهمة للجانبين روسيا وأوروبا، وإلى أي مدى إذا حصل تطور في هذا الأمر إلى أي سعر سيصل أسعار الوقود والطاقة عموما. الغاز في أوروبا قفز بأسعار قياسية خلال عام 21 بشكل لم يتوقعه أحد، والمواطن الأوروبي العادي هو الذي تحمل هذا الثمن وأثر على ميزانيات دول كثيرة. لكن هناك وجهة نظر أخرى تقول أن الولايات المتحدة التي لن تخسر كثيرا في أي مواجهة، بمعنى أن الحرب لن تكون قائمة على أراضيها، أنها لن تدفع ثمن، أنها لن تزج بجنودها في هذه الحرب، هي تريد شل الاقتصاد الروسي وخنق بوتين بالعقوبات الاقتصادية عن طريق وقف يعني السندات. الشركات الروسية مش هتشتغل بره، مش هيكونوا قادرين على الحصول على الدولار، مش هيتعاملوا بالدولار، هيحاول الولايات المتحدة أن تضغط على كل الدول ذات العلاقة القوية مع روسيا أن تقلل علاقتها معها، كما شاهدنا في محاولاتهم منع حضور بعض الدول الى الالعاب الشتويه في بكين العاصمه الصينيه في اطار الصراع الروسي الغربي الامريكي مع الصين. صحيح. الحروب في هذا الوقت هي حروب في كافه المجالات، يعني من اول الاقتصاد الى بتنتهي بالمدافع والصواريخ، لكن لدينا الان كما نعرف مثلا حروب الكترونيه. قبل ان تدخل القوات الروسيه أرض الأراضي الأوكرانية قاموا بشل أوكرانيا بالفعل، تبعنا هجمات إلكترونية على أوكرانيا. طبعا الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، نشكر حضرتك جزيل الشكر، واسمح لي أخذ آخر رد لحضرتك أو آخر إجابة لحضرتك الأستاذ تيمور دويدار. أستاذ تيمور، يعني حسب حدثنا مع أستاذ عماد الدين حسين هناك أكثر من وجهة نظر. هناك وجهة نظر تقول أنه بحسابات المكسب والخسارة ربما يسمح الغرب لأوكرانيا بالتخلي عن دونباس والخروج بأقل خسائر ممكنة، وهناك وجهة نظر أخرى تقول أنه الغرب لن يسمح لروسيا بالتمدد أكثر فأكثر، وأنه يعني هناك هدف آخر بشل الاقتصاد الروسي. سيدتي، يعني أريد أن أوضح شيء بخصوص الغاز. هذه شرايين الحياة بالنسبة لأوروبا، البترول والغاز الروسي والفحم، وألمانيا بالتحديد تشتري الغاز بتعاقد، إنما الباقي يشتري على السبوت. السبوتات دلوقتي عالية للغاية، وروسيا مش هتبطل توريد علشان موضوع ثقة المورد والمستهلك يعني بين الطرفين. بخصوص دنباس، نعم روسيا هتحرر دنباس أو ما يسمى هتحرر دنباس بطلب من الجمهوريتين لوغانسك ودونيتسك بحيث ياخذوا حدودهم في المحافظتين الاوكرانيتين، ودي بالطبع دي ارض اوكرانيه. ربما سوف يتم معالجه الامر ما بعد تغيير نظام الحكم في كييف، وربما يعني حينضموا البعض الثاني، الله اعلم. بخصوص ان روسيا زي ما حضرتك اشرتي، روسيا ما بتستخدمش كلمة حرب، إنما عملية عسكرية لتفادي تلك أو لمساعدة الشركاء في الغرب بعدم فرض تلك العقوبات التي هم
كانوا يروجون لها العقوبات الأم أو المميتة الكارثية، لأن ذلك قد يؤدي إلى ما ذكرته فناء العالم ربما، لأن روسيا لن غير مستعدة لشن أي حروب اقتصادية ضد أكبر قوة اقتصادية مجتمعة في العالم، إنما على استعداد أن هي تستخدم كحل أخير القوة العسكرية. فبالتالي نحن أكرر، إحنا نعيش في تحدي، الرئيس الروسي تحدى الغرب بأكمله والدول الصناعية الكبرى السبعة. فإن كما ذكرت الزميلة، إن لم تصغى واشنطن إلى مطالب روسيا، قد تعرض العالم كله إلى مشكلة أكبر كثيرا من مشكلة الغذاء، إنما مشكلة الحياة. وبالنسبة لروسيا، أوكرانيا منطقة حيوية، نفس اللغة، نفس التراث، نفس التاريخ، لكن تغيير العقيدة وحتى اللغة وفرض كل ما هو سلبي على الروس اثنيا. طيب استاذ تيمور، في تصريحات للرئيس الامريكي جو بايدن بيقول ان امريكا وحلفائها سيردون بشكل حاسم في ذلك الوقت ايضا، او بالتزامن مع تحركات وفقا للجيش الاوكراني لعتاد عسكرية من شبه جزيرة القرم. شايف التحركات دي ازاي؟ افدنا بشبه جزيرة، انت ذكرت شبه جزيرة القرم، افلتت من تحركات روسية من شبه جزيرة القرم، هذا ما تقصده ام ماذا؟ نعم، من شبه جزيرة القرم هناك يعني وفقا للجيش الاوكراني روسيا تحرك عتادا عسكرية من شبه جزيرة القرم. ربما فهي تحرك من الشمال، والقرم هذا من الجنوب الأوكراني. ربما، يعني أنا لست متابع التحركات أثناء الحديث معكم، لكن كله وارد. ربما سوف يتم تنفيذ إقامة ممر من روسيا عبر دونباس، ماريوبول، بيرديانسك، أوديسا إلى مولدوفا. هناك أيضا قوات روسية موجودة في مولدوفا، بالتالي فتح ممر إلى شبه جزيرة القرم وإمداد شبه جزيرة القرم بالمياه من نهر دنيبر. نعم، يعني هذا لا يعني توسع في العملية العسكرية؟ لا، هذا يعني صراحة توسع. هذا يعني توسع، لكن لن يعترض الغرب على ذلك، لأن لن يكون هناك أي سفك للدماء. نعم، الأستاذ تيمور ديودار، مستشار قطاع الأعمال والعلاقات الدولية من روسيا، كنت معنا هاتفيا، شكرا لك يا فندم. مشاهدينا فاصل قصير ونرجع لحضراتكم مرة تانية. We'll be right back.
نرحب بحضراتكم مرة تانية. وفي متابعة للهجوم الروسي على أوكرانيا معنا دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية. صباح الخير على حضرتك يا فندم. ويعني بداية أحب أعرف من حضرتك، هل تعتقد أن الغرب فعل بالفعل كل ما في وسعه لاحتواء هذه الأزمة؟ صباح الخير أستاذة جمانة والكل مشاهدينك الكرام. في الواقع أن الغرب هو جزء من هذه الأزمة، وهو الذي أوصل الأمور إلى هذا المشهد الذي نراه اليوم، والذي سيكون تداعيات كبيرة حقيقية ليس فقط على أطراف الأزمة روسيا وأوكرانيا والغرب، بل على العالم كله في ظل جائحة كورونا وتداعيات اقتصادية سلبية على الاقتصاد العالمي. وبالتالي لأن الحروب دائما تؤدي إلى الخسارة، تؤدي إلى الدمار، لا ليس فيها طرف كاسب أو طرف الكل خاسر فيها حقيقة. الغرب عندما حاول وظل على سياسته في فكرة التصعيد واستفزاز القوى الروسية من خلال استخدام ورقة أوكرانيا للضغط على روسيا وتحكيمها في النظام الدولي، هنا روسيا أيضا في المقابل أبدت ما نسميها العين الحمراء أو يسمى الخطوط الحمراء، وبالتالي كان اتخذت خطوات تصعيدية بدءا من الاعتراف بجمهوريتي في شرق أوكرانيا لوغانسك ودونيتسك، وثم عقد محادثات عسكرية وإرسال قوات حفظ السلام. واليوم يفاجأ العالم صباحا بهجوم عسكري صاروخي على البنية التحتية العسكرية كما ترى روسيا في أوكرانيا والعمالات متفرقة. أنا في اعتقادي أن الغرب الآن في مأزق شديد. أولا هو بين أمرين، إما لو أنه لو صمت ولم يتخذ موقفا حاسما تجاه روسيا سيبدو كأن الغرب منهزم وضعيف. هناك اعتبارات انتخابية تبدو أمام الرئيس بايدن وأنه متراخي تجاه روسيا. الناتو أيضا في اختبار حقيقي واختبار القوة في الدفاع عن حلفائه أو الدفاع عن أمنه وعن أمن الدول الأوروبية وحلفائه، وبالتالي سيكون في مأزق. وفي المقابل إذا اتخذ موقفا تصعيديا آخر سواء كان العقوبات أو أي أعمال عسكرية من خلال دعم ربما الحكومة الأوكرانية سيدفع روسيا بالمقابل إلى اتخاذ بعض الخطوات العسكرية، وبالتالي ندخل للسيناريو الأكثر صعوبة والسيناريو الأكثر يعني ربما يعني أكثر يعني تأثيرا سلبيا حقيقة، وهو ربما اندلاف مواجهة عسكرية شاملة في أوكرانيا. الآن روسيا تعرف ما تفعل، هي تريد أن دعم القوات في دونباس إقليم دونباس شرق أوكرانيا، لأن هذا الإقليم أو الانفصاليون أو ما يسمونهم الحكومة الأوكرانية المتمردون يسيطرون على 30% فقط من المساحة، وبالتالي هنا هذه المحاولة العسكرية تأتي لاستعادة يعني المدن تحت الجيش الأوكراني في هذا الإقليم، وبالتالي تمهيدا لربما انفصال هاتين الجمهوريتين. الغرب الآن ويتجه يبحث كل الخيارات. الخطاب حتى الآن الصادر من الغرب من أوروبا من نيتو من أمريكا يؤكد على أن هناك رد حاسم، لكن أنا في اعتقادي الخيارات ستكون محدودة في التعامل مع روسيا. لأن اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار وفق الفصل السابع هو مستبعد بسبب الفيتو الروسي. إذا الحل العسكري الآخر، الحل العسكري أيضا مستبعد لأنه يعني حرب كونية شاملة وحرب عالمية ثالثة بين روسيا وبين أوروبا. العقوبات الاقتصادية الغرب سيكون أكثر ستضرر أيضا أكثر من روسيا في هذه العقوبات. يعني رأينا حتى مع بداية الأزمة ومع المتداعيات السريعة خلال الساعات الماضية ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 100 دولار وبالتالي ارتفاع أسعار المحروقات في الغرب. وهذا كان يؤدي تداعيات اجتماعية خطيرة في الدول الغربية، وبالتالي هنا الغرب هو ساهم منذ البداية في الوصول إلى هذه الحالة ولم يساهم في حلها بشكل سلمي، ويراهن دائما على الخطاب التصعيدي، خطاب العقوبات، التعامل مع روسيا ونوع من التحذير، وما ادى الى تفاقم الامور ووصولها يعني وهي دكتور احمد الورقه التي لوح بها الغرب في البدايه وهي ورقه التهديدات والعقوبات الاقتصاديه، لكن لا شك أن هذه الأزمة تلقي بظلالها على العالم تحديدا وفي القلب منه منطقة الشرق الأوسط. انعكاسات هذه الأزمة دكتور على منطقة الشرق الأوسط الذي يعاني بالأساس من عدد من يعني التحديات وعدد من الأزمات المتواجدة فيه. بالطبع هذه الأزمة أستاذ أحمد سيكون لها ارتدادات على العالم كله، ومنها منطقة الشرق الأوسط بالطبع، سواء ارتدادات او تداعيات استراتيجيه او اقتصاديه او سياسيه او امنيه. لا. يعني احنا نعرف ان الشرق الاوسط خلال الفتره الماضيه كان احد ساحات التنافس والتزاحم والتنازع ما بين امريكا وروسيا من ناحيه، وجدنا روسيا تزاحم امريكا في عديد من الملفات في الشرق الاوسط في سوريا في غيرها من المناطق،
وبالتالي هتحول هذه المنطقه الى ساحه اخرى ملتهبه من صراع النفوذ والربط بين الملفات وبين الازمه الاوكرانيه، وبالتالي سينعكس سلبا ايضا على كثير من الازمات والقضايا العربيه. هناك ايضا تداعيات اقتصاديه سيكون لها تاثير ايضا على امن الطاقه، الامن الغذائي، يكون لها تداعيات ايضا تاثيرات سلبيه. ربما يعني اذا كان ارتفاع اسعار النفط قد يفيد بعض دول المنطقه، لكن في المقابل ستؤدي هذا الارتفاع اسعار الغذاء عالميا، وبالتالي العالم العربي ايضا يستورد غذاء من الخارج، وبالتالي هناك تداعيات استراتيجيه وتداعيات سلبيه ستؤثر بالطبع على منطقه الشرق الاوسط. وانا في اعتقادي ان الدول المنطقه بشكل عام هي تتخذ موقف محايد، يعني هي ليست ضمن هذا الاستقطاب وضمن هذا التنازع، هو تنازع غربي روسي على النظام الدولي. اوكرانيا استخدمت كورقه حقيقيه حقيقة في هذا الصراع، وتم تفعيلها ساحة للصراع بواسطة امور هذا الحد يعني. طيب أستاذ أحمد، خليني أروح مع حضرتك لنقطة أخرى، والحقيقة أنه هناك تقارب بين روسيا والصين، ويمكن قبل ساعات قليلة الصين أكدت عدم نيتها فرض عقوبات على روسيا وتعلن رفضها لأي قيود أحادية الجانب. هل هذه الهجمات الروسية على أوكرانيا أحرجت الصين، أو كيف ستتصرف الصين تجاه هذه الهجمات؟ يعني أنا في اعتقادي أن الصين ربما تتلاقى مع روسيا في هدف مشترك رغم تباين المصالح والتوجهات بينهم. الهدف هو ما يعتبرونه رفض وقف الهيمنه الامريكيه والتمدد الامريكي شرقا، سواء باتجاه روسيا عبر اوكرانيا او اتجاه الصين عبر تايوان. يعني تايوان والحل الاوكرانيه متقاربتان، وبالتالي حتى في اللقاء الذي عقد على هامش دول الالعاب الشتويه بين الرئيس بوتين والرئيس شي جي بين، تضامن الرئيس الصيني مع الرئيس الروسي في الدفاع عن امن روسيا فيما يتعلق بالموقف من اوكرانيا، وبالتالي هنا الصين ترفض مفهوم التدخلات الغربيه، هذا الاحتكاك، هذا التمدد، اللعب بالنار على الحدود المباشره لكل من البلدين في روسيا في اوكرانيا او في تايوان في جانب الصين، وبالتالي هنا الصين ربما تتخذ موقف اقرب الى الموقف الروسي الداعم لوقف هذا التمدد، وتعمل بحذر يعني باعتبار يعني اي هجوم عسكري، وطبعا سيرفضه الكثير من الدول، لكن على الاقل الصين هي ترفض هذا النهج الغربي في الاستفزاز في الاحتكاك المباشر في تهديد الامن. هل تعتقد يا فندم انه يعني حسب طبعا وجهة نظر حضرتك أننا ربما نشهد سوق مالي صيني روسي منفصل وموحد، وهل هذه النقطة من دورها أنها تستفز الغرب أم أنها يمكن أن تكون ورقة ضغط رابحة لروسيا والصين؟ يعني المعركة أستاذ جمانة الكبرى عشان حتى نفهم سياق هذا التفاعل كله، هي معركة على النظام الدولي. أمريكا تريد الهيمنة والنظام الأحادي القطبية الذي ساد منذ التسعينات، وبالتالي تسعى إلى رفض أي صعود صيني أو روسي في النظام الدولي. في المقابل روسيا والصين يعني تمتلكان القوة الشاملة، الصين الآن قوة عسكرية، قوة اقتصادية، صناعة اقتصاد، وتتقاربان لإقامة نظام دولي متعدد الأقطاب يكون للدولتين القوة فيه مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا جوهر الصراع. وهنا ولذلك هنا أمريكا تستخدم سلاح العقوبات، النظام الاقتصادي، العقوبات الاقتصادية، استبعاد روسيا من نظام التمويل التحويلات الدولية، نظام سويفت أو نظام المصرف العالمي أيضا، لكن الصين قبل ذلك حاولت أن تنخلع من الدولار، لكن على الأقل روسيا والصين الآن يشكلان ما يسمى تحالف أو يعني تقارب أو جبهة لإقامة نظام دولي في عدد الأقطاب يكون الدولتان متقاربان فيه، لكن لا. أي حد سيكونان قادران على مواجهة الهيمنة والنفوذ الاقتصادي الأمريكي، أعتقد أيضا هذا سيواجه بصعوبات بسبب الشراكات الاقتصادية الكبيرة بين الصين وأمريكا أكثر من 600 مليار دولار، ورغم أن العلاقة بين الصين وروسيا علاقات اقتصادية يعني ضعيفة ليست بنفس القوة بين الصين وأوروبا مثلا أو الصين وأمريكا، وبالتالي هنا ستكون قلق من الأوراق. الصين تحاول الآن أن تحقق على الأقل توازن ما بين دعمها السياسي والاستراتيجي لروسيا وما بين مصالحها الاقتصادية في التعامل مع أوروبا ومع الغرب، وهذه ربما هي الإشكالية التي ستدفع الصين على الأقل إلى اتخاذ مواقف حذرة من هذه التطورات. نعم دكتور أحمد، يعني هناك حديث بأن اجتماع لرئيس بيلاروسيا لوكاشينكو مع قادة الجيش في وقت يعني أعلنت فيه أوكرانيا بأن الهجمات التي نفذت عليها كانت من روسيا وبيلاروسيا تحديدا، هل هناك بداية تنسيق وتعاون ما بين روسيا وبيلاروسيا كحليف استراتيجي لروسيا لبداية عملية عسكرية جديدة بالتعاون مع روسيا وبيلاروسيا؟
استاذ احمد، معروف ان بيلاروسيا هي حليف قوي جدا لروسيا، يعني حتى في الايام الماضيه اجرت روسيا مناورات عسكريه في بيلاروسيا وحشرت قوات على الحدود الاوكرانيه باتجاه في الشمال من جهه بيلاروسيا. يعني لا نقول ان هناك ما يسمى القناعه في العقل الروسي، القناعه في النخبه الروسيه ان بيلاروسيا وروسيا واوكرانيا هم يعتبرون انه شعب واحد ودوله واحده، وان مع انتهاء الاتحاد السوفيتي تم تقسيم هذه الدول وتم يعني اقتطاع اوكرانيا وبيلاروسيا من ما نسميه القوميه الروسيه او الاتحاد الروسي الكبير. لكن على الاقل روسيا الان تستخدم الجبهه البيلاروسيه للاستعداد لاي تصعيد عسكري، بمعنى اذا ما تمادى الجيش الاوكراني او دخل الغرب على خط المواجهه العسكريه او دخلت مواجهه هنا، ستدخل بيلاروسيا احد الجبهات او الانطلاقات للقوات الروسيه في تطويق الجانب الاوكراني، لان نعم. روسيا هي بيلاروسيا دائما اتخذت طيب. من البدايه دكتور احمد مع... يعني في تصريحات وحديث للجانب الروسي اعلن فيها تدمير البنيه التحتيه العسكريه للقوات الجويه الاوكرانيه، ونتابع الان على الشاشه منطقه محيطه لمنطقه عسكريه في اوكرانيا تم استهدافها بالفعل، وهو ما يؤكد مطار عسكري أوكراني، وهو ما يؤكد تصريحات الجانب الروسي بأنه يقوم باستهداف المناطق العسكرية بأوكرانيا فقط. نعم، ومرة تانية فندم نؤكد على هذا التصريح أن وزارة الدفاع الروسية أو الدفاع الروسي يستهدف البنى التحتية العسكرية ومواقع عسكرية في أوكرانيا وليس المدن، زي ما شايفين على الشاشة مع حضراتكم ده استهداف لمطار عسكري في أوكرانيا. طيب دكتور أحمد، يعني زي ما احنا شايفين مع حضرتك الدفاع الروسي يقول أنه يستهدف البنى التحتية العسكرية في أوكرانيا وليس المدن، ومن ناحية أخرى كمان أوكرانيا تقول أنه لا داعي للذعر. يعني ما يحدث استاذ جمانة حتى الان منذ الصباح حتى الان هو عمليات نوعيه عسكريه، يعني اهداف بنك معلومات محدد الدقه يستهدف البنيه العسكريه التحتيه الاوكرانيه. يعني روسيا تقول انها تستهدف ما تعتبره ما تسميه مخازن الاسلحه المتطوره التي قامت امريكا والغرب بتزويدها لاوكرانيا، هذا ما يحدث حتى الان، ولذلك الاهداف متفرقه في انحاء مختلفه سواء في العاصمه او في شرق اوكرانيا او في مدن مختلفه من اوكرانيا، تستهدف حاله من احداث من الشلل والقدرة على التحرك للجيش الأوكراني للتحرك العسكري تجاه سواء في شرق أوكرانيا أو تجاه أي ربما اتجاه أي يعني قوات روسية، وبالتالي هنا هي عمليات نوعية دقيقة تستهدف يعني وقف حالة تامة لقدرات هذا الجيش. حتى الرئيس بوتين في المؤتمر الصحفي دعا الجنود الأوكرانيين إلى يعني الجلوس في البيت، ويعني أنها يعني لا يريد إراقة الدماء، وبالتالي هي محاولة يعني تنزع أوكرانيا من قدراتها العسكرية المتطورة التي نؤكد عليها زودها بها حلف الناتو وتعتبرها روسيا، أن وجود هذه القدرات العسكرية الصواريخ البالستية أو حتى صواريخ يعني أو أسلحة متطورة دفاعية تمثل تهديدا للجانب الروسي، وبالتالي هنا روسيا اختارت الخيار التصعيدي. السيناريو ان تقوم قوات روسيه بريه بغزو اوكرانيا هذا سيظل مرهون، وبمدى او الموقف الاوكراني او التصعيد الاوكراني العسكري الاوكراني والتصعيد الغربي، هل ستدخل الغرب في بيزود اوكرانيا بقوات عسكريه؟ هل سيمدها باسلحه حديثه؟ هل ستحدث حرب شامله؟ هنا روسيا تتحرك خطوه خطوه. يعني وهذا سؤالي لك دكتور احمد، لان هذا التصعيد الذي قام به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعني الناتو الآن يقول بأنه تصعيد غير أو وصفه بغير المبرر، ما هي الخطوة التي من الممكن أن يقبل عليها الناتو تحديدا من أجل وقف العملية العسكرية التي تتم الآن في أوكرانيا؟ يعني الخيار المستبعد هو أن يقوم الناتو بالتدخل بشكل مباشر في أوكرانيا، هذا خيار مستبعد. لا. أولا لأن الاعتبارات قانونية واعتبارات عسكرية واعتبارات سياسية، أوكرانيا ليست عضو بالناتو، لأن أوكرانيا لو عضو بالناتو كانت وفقا المادة الخامسة من معاهدة الحلف أن يتدخل الحلف نظام الأمن الجماعي ويدافع عن أوكرانيا، لكن أوكرانيا ليست عضو، وبالتالي الحلف لا يستطيع الدخول في أماكن غير الدول الأعضاء فيه. هذه ناحية. الناحية الأخرى لو قام الناتو بتزويد أوكرانيا بأسلحة حديثة متطورة في هذه الحرب، ربما هنا سيفاقم أيضا من رد الفعل الروسي، لأن صحيح. روسيا بالفعل استهدفت هذه الأسلحة، وبالتالي هنا حلف الناتو سيحاول على الأقل حشد قواته في مناطق نفوذه في دول البلطيق
التي اعضاء في الحلف في دول شرق اوكرانيا شرق اوروبا في بولندا، لكن سيتزال فكره الرادع لروسيا لكن دون الدخول المباشر. روسيا الان هي في مركز الاقوى من الناحيه العسكريه، موازين القوى حتى الان في صالح روسيا، الجيش الاوكراني لا يمكن ان يجابه القوى العسكريه الروسيه، وبالتالي الاعتماد على الغرب وامريكا هو العسكري سيكون يعني مكلف بالنسبه للاوكرانيين. اما الخيارات الاخرى الخيارات الاقتصاديه من جانب الرئيس بايدن التي تعلنها اليوم في مؤتمر الصحفي او اقصى العقوبات او غيرها في نهايه المطاف ايضا هي لن يعني لن ترضع روسيا، لان روسيا الان بين امرين، اما ان تتحمل العقوبات وتكلفه العقوبات واما تدافع عنها القومي. هي اختارت ان ما تعتبره دفاعا عنها القومي مجالها الحيوي خاصه في منطقه شرق اوكرانيا، وترى ان هذه العمليه يعني هي لوقف هذا التمدد لحلف الناتو حتى وان كلف هذا عقوبات شديده اقتصاديه لا وعقوبات ضخمه، لان روسيا يعني عندما دخلت هذا السيناريو فهي يعني دارست كل التداعيات وكل الافعال، وبالتالي انا في اعتقادي انها تعمل. طيب دكتور احمد، يعني حتى الان اوكرانيا اعلنت انه تم سقوط قريتين في اقليم دونباس، الى اي مدى يستطيع أو تستطيع اوكرانيا الصمود امام الهجمات الروسيه؟ يعني حتى لو اتكلمنا انه لسه منتظرين ايضا قرارات حلف الناتو وقرارات الغربيه. في ازاي جمانه يعني سقوط قريتين هذا بيؤكد الفكره الاساسيه ان هدف روسيا الان الحالي من هذه العمليه في الصباح وحتى الان هي يعني يسمى تحرير او من وجهه نظر روسيا او يعني اخلاء كل شرق اوكرانيا اقليم دونباس الذي يضم الجمهوريتين التي اعلنت استقلالهما مؤخرا، اخلاؤهما من القوات الاوكرانيه، القوات الاوكرانيه التابعه للجيش الاوكراني او الجيش الاوكراني يسيطر على اكثر من 70%، وبالتالي عمليا اعلان الانفصال من وجهه نظر روسيا لا غير مكتمل طالما ان هناك جزء من القوات الاوكرانيه يسيطر على المساحه الاكبر، وبالتالي هنا هي عمليه دقيقه تحرير او يعني دعم الانفصاليين واستعاده بعض المدن والقرى في شرق اوكرانيا مع بالتزامن ضرب البنيه التحتيه للجيش الاوكراني في اماكن متفرقه بحيث يكون قادر على التعامل والدخول في شرق اوكرانيا ويعني ايه ان يحسم المعركه لصالحه. دكتور احمد سيد احمد خبير العلاقات الدوليه، بنشكر حضرتك فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر. مشاهدينا دلوقتي ميعادنا مع موجز التاسعه لاهم الانباء، وايه الكفوري اتفضلي. ايه شكرا جبانا، شكرا احمد مره اخرى. التاسعة صباحا بتوقيت القاهره، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس جنوب شرق أوكرانيا، وفي كلمة وجهها للشعب الروسي شدد بوتين على أن موسكو لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية، موضحا أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. وطالب بوتين الجنود الأوكرانيين بإلقاء أسلحتهم على الفور والعودة إلى ديارهم، مشددا على أنه في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور. которая бы надежно защищала все страны, остаются без ответа. Наша страна всегда открыта для прямого. من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة وحلفائها سيردون بطريقة موحدة وحاسمة على هجوم غير مبرر من جانب القوات العسكرية الروسية على أوكرانيا. وأضاف بايدن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اختار حربا مع صق الإصرار ستؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ومعاناة بشرية، مشيرا إلى أن روسيا وحدها هي المسؤولة عن الموت والدمار الذي سيحدثه هذا الهجوم، مضيفا أن العالم سيحاسب روسيا. وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نداء إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب باسم الإنسانية. وقال غوتيريش بعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا إن عواقب الحرب ستكون مدمرة لأوكرانيا وبعيدة المدى بالنسبة للاقتصاد العالمي. ندد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بقوة بالهجوم الروسي على أوكرانيا، مؤكدا أن أعضاء الحلف سيجتمعون لبحث التعامل مع عواقب الأعمال العدوانية التي أقدمت عليها موسكو. وفي بيان له أكد الأمين العام للحلف أنه رغم التحذيرات المتكررة اختارت روسيا طريق العدوان على دولة ذات سيادة ومستقلة، داعيا موسكو إلى وقف عملها العسكري فورا واحترام سيادة أوكرانيا وسلامتها وسلامة أراضيها.
وأضاف ستولتنبرغ أن الحلف سيتم للتصدي لأعمال روسيا العدوانية، مشددا على أن الحلف يقف مع شعب أوكرانيا في هذا الوقت العصيب وسيفعل كل ما في وسعه لحماية جميع الحلفاء والدفاع عنهم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو تستهدف البنية التحتية للجيش والدفاع الجوي والقوات الجوية في أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة ولا تهاجم المدن الأوكرانية. وأفادت إحدى الوكالات الأوكرانية بوقوع هجمات صاروخية على منشأة عسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا، وبأن القوات الروسية قام بعمليات إنزال في مدينتي أوديسا ومارياوبول الساحلتين في الجنوب، كما أبلغت عن إخلاء موظفين وركاب لمطار بروسبيل في كييف. عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا طارئا جديدا بشأن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، واتهمت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام خلال الاجتماع موسكو بانتهاك سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها أمام أعين العالم، فيما حث سفير ألمانيا روسيا على وقف تحركاتها العسكرية ضد أوكرانيا على الفور وسحب قواتها. كما أكد سفير أوكرانيا بالأمم المتحدة أن روسيا أعلنت حربا وعلى مجلس الأمن الدولي وقفها. ومن جانبه أكد سفير روسيا في الأمم المتحدة أن ما يحدث ليس حربا وإنما عملية عسكرية خاصة، مبررا العملية الروسية بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. نهاية موجز التاسعة، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر، ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا مرة أخرى في صباح الخير يا مصر، ما زلنا نتابع ونرصد تداعيات العملية العسكرية التي قام بها الجيش الروسي صباح اليوم في دونباس شرق أوكرانيا. ولمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف الأستاذ جمال رائف الكاتب والباحث السياسي. صباح الخير يا أستاذ جمال. صباح الخير يا فندم على حضراتكم، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أستاذ جمال، يعني ربما يتساءل البعض الآن عن المكاسب التي يريدها بوتين من هذه العملية العسكرية في دونباس شرق أوكرانيا. يمكن المكاسب الروسية بتتلخص في المكسب الجيوسياسي. بوتين الآن يبحث عن تعزيز الوضعية الجيوسياسية التي أقرها عقب يعني توقيع الاعتراف بالدولتين في شرق أوكرانيا، وبالتالي يريد أن يعزز وضعه عسكريا ويضمن أن الناتو الآن يخشى من فكرة يعني انضمام أوكرانيا إليه، لأن الأمور سوف تتصاعد. الآن بوتين امتلك ورقة حقيقية أمام الناتو، وأصبحت الآن المعادلة في غاية الصعوبة، ولكن هذا يدفع ثمنه في الحقيقة المواطن الأوكراني وزعزعة الاستقرار في المنطقة الخاصة بشرق أوروبا بشكل خاص وفي العالم بشكل عام. هذه الأزمة في الحقيقة هي يعني نتاج صراع نفوذ دولي، وللأسف أوكرانيا أيضا والمنظومة أو الإدارة السياسية في أوكرانيا مسؤولة عن جزء من هذا الأمر، لأنها لم تتبع توازنات سياسية تخدم الصالح الأوكراني. ربما أيضا الانحياز إلى الجانب الغربي بشكل مفرط أدى إلى هذا الأمر. المخاوف الروسية من فكرة دخول يعني أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أو إلى الناتو مخاوف يعني يراها البعض مشروعة، وهي ما دفعت بوتين في الحقيقة إلى أن يمتلك أوراق على الأرض. نعم الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الأوروبي كانوا يعني يحاولون دفع أوكرانيا لأن تكون ورقة ضغط على بوتين، ولكن صحيح. بوتين الآن يحول الطاولة أو يقلب الطاولة على العكس أو على عكس المشهد تحديدا.
بالضبط هو الآن من يمتلك ورقة الضغط الأوكرانية على الجانب الأوروبي والأمريكي، ولكن كل هذه الوضعية ويمكن هنا حتى المواطن المصري يسأل والمواطن العربي والمواطن الأفريقي ما يشغلنا في كل هذا الأمر إن التداعيات الاقتصادية. بالضبط نحن في عولمة اقتصادية وفي هذه العولمة الاقتصادية حلقات الاقتصاد متصلة ببعضها البعض، وما يحدث في أوكرانيا وهذا العراك السياسي وأيضا الاقتصادي سوف يؤثر بالتبعية على العالم كله. أنا أعتقد حتى أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الجانب الروسي هي سوف تضر بالتبعية الاقتصاد الأمريكي، يعني وهذا حدث بالمناسبة في الحرب الاقتصادية الأمريكية الصينية إبان فترة ترامب، عشان كده حتى لجأوا إلى فكرة المفاوضات في آخر فترة ترامب الرئاسية. وبالتالي أنا أعتقد إن الأمر كان يستدعي وجود ضمانات حقيقية من الجانب الأوروبي وتوازنات سياسية من كيف تضمن استقرارها وأيضا هدوء روسي، ولكن الجميع الآن يبرر إن يعني العصبية الروسية أو الاندفاع الروسي مبني على مخاوف لا علاقة بأبعاد الأمن القومي. أعتقد إن الأوضاع التي حدثت في الشرق الأوسط، التجربة في سوريا في اليمن في الدول العربية، هي ما جعلت يعني روسيا تزداد مخاوفها، لأنها أدركت إن الأمور بتجري بشكل سريع جدا والمكاسب على الأرض والخسائر على الأرض بتكون صعبة للغاية. نعم يعني أستاذ جمال، لو أنت تتحدث عن الخسائر الاقتصادية التي سوف تلقي بظلالها على العالم، يعني أدعو حضرتك أن تبقى معنا ونذهب للدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. صباح الخير يا دكتور. أهلا وسهلا بالتحقيق. دكتور مصطفى، يعني العالم الآن يترقب ما يحدث في أوكرانيا تحديدا وانعكاسات ذلك اقتصاديا في ظل يعني عالم لم يتعافى بعد من أزمة جائحة كورونا وانعكاساتها، ظهرت مجددا الأزمة الأوكرانية الروسية، كيف ترى انعكاسات هذا على العالم ككل وفي القلب منه الشرق الأوسط؟ طبعا بكل تأكيد خلينا نقول يا فندم ما حذر منه الاقتصاديين كله بيتطابق في الوقت الحالي على وجهة نظر واحدة، العالم كله سوف يكون خاسر. بداية الحرب ليست من اليوم أو بالأمس بالهجوم أو بالأسبوع الماضي، وإنما فندم طبعا أسعار البترول التي ارتفعت منذ بداية العام ارتفاع كان ملحوظ بالمؤشرات الاقتصادية اللي هي الوجهة السياسة إن روسيا ممكن تتدخل في أوكرانيا أو ممكن يكون في حرب أو ما شبه ما بتسميها الحرب الباردة، سميها كيفما تشاء كسياسيين، وإنما الوضع الاقتصادي الواضح ارتفاع كبير جدا في أسعار البترول لن تتحملها الدول جناحها، ايضا ارتفاع كبير في الغاز هتتضرر منه اوروبا اولا ثم يتضرر منه العالم ثانيا. المستفيد طبعا الدول المنتجه لاسعار البترول هتزداد حصيلتها الماليه، ولكن الضرر هيكون كبير جدا على باقي دول العالم. ما ننساش ان روسيا واوكرانيا من الدول الكبيره والمنتجه للقمح، هيتضرر كثير من الدول المستورده. الحرب كلها خسائر اقتصاديه قبل ما تكون خسائر سياسيه. بتجه باللوم للقيادات العالمية الكبيرة اللي شافت مجريات الحروب في كثير من دول العالم ولم تتخذ القرار الرشيد للحفاظ على مجريات شعوب العالم كثيرا نبقى تضررنا منه من جائحة كورونا. نحن الآن في وقتنا الراهن بنشتكي ونئن من ارتفاع كبير في مؤشرات التضخم اللي كان مش سببها الدول العربية ولا الدول الإفريقية. شايفين جائحة كورونا أثرت قد إيه على العالم، ولن تعالج حتى معالجة اقتصادية أو فكرية أو طبية رشيدة زي ما احنا بنقول. السياسيين في العالم، أمريكا النهاردة بتتلاعب بالعالم كله أو زي ما بيسمى المقدرات العالمية. ارتفاع البترول النهاردة ده مؤشر كبير جدا عن احنا عشان يتراجع، إذا توقفت الحرب اليوم أو الحالم دلوقتي عشان تتراجع تاني المؤشرات دي كلها هتاخد من الوقت الكبير اللي هتتضرر بيه الدول العربية وأيضا الإفريقية. طيب أستاذ مصطفى، يعني وإحنا نتحدث عن الجانب الاقتصادي، المركزي الروسي يقرر التدخل في سوق الصرف الأجنبي للمساعدة على استقرار الوضع بعد هبوط الروبل لأدنى مستوياته على الإطلاق أمام الدولار الأمريكي. سؤال حضرتك يا فندم، كيف يستطيع الاقتصاد الروسي أو ما الخيارات اللي أمام الاقتصاد الروسي عشان يقدر يتوائم أو يقدر أنه يتعامل مع ما بدأه وهذه العمليات العسكرية ضد أوكرانيا؟
خلينا نقول يا فندم الاقتصاد الروسي ليس لديه القدرة على الحفاظ على أسعار الصرف، أو إن هو هيكون له البديل في تقوية الاقتصاد، لأن إحنا زي ما بنقول بقالنا سنتين في جائحة كورونا، فالاقتصادات العالمية كلها تأثرت تأثر كبير. روسيا فعلا قوة كبيرة عظمى عسكرية، ولكن ليس قوة عظمى اقتصادية. عندها طبعا بتنتج من الغاز، طبعا ممكن تحارب العالم كانت بإنتاج الغاز، يعني هي لو وقفت أنبوب الغاز لمدة يوم واحد كانت أوروبا توقفت عن هذه الأمور كلها، أو كان ما يكونش فيه تدخل. ولكن اسمحي لي، أكيد حضراتكم ملاحظين الأسواق الأسيوية كلها النهاردة في هبوط، ارتفاع كبير جدا في الاكتناز للذهب والتوجه نحو البترول باعتباره الملاذ الآمن طبعا. يعني طبعا التخوف يا فندم في العالم كله ازاي ان انا امتلك الكاش، امتلك الاموال، فما بالك بالدول مثل روسيا هتحارب. صحيح وممكن يكون الحرب دي ممتده، ولكن انا نظرتي بعيده، نتائجها ما بعد الحرب هتكون ايه؟ الدول اللي تضررت النهارده هنوصل مستواها لايه؟ لان التخوف النهارده حركه التجاره العالميه هتزداد في اسعار التامين، لان طبعا ده تخوف امر، يعني زي ما احنا بنشوف اكتناز البترول الناس هتبتدي الاسواق العالميه تكتنز بترول اكتر فهترفع الاسعار اكتر. الدول النهارده اللي بتستورد البترول مش هتتحمل فاتورتها استيراد البترول، فالعالم هيئن من السياسه يعني زي ما بنقول العاجزه عن التوجه الشعوب. اللي احنا بنشوفه ده فندم النهارده للاسف الاقتصاديين بيحذروا منه، والسياسيين في قطب اخر بيتكلموا في كلام بعيد عن الاقتصاد في العالم خالص. اللي احنا بنشوفه النهارده اقتصاد الدول يا فندم لن تتعافى. الصين لغايه دلوقتي يا فندم مش عارفه تتعافى التعافي الكبير في حجم التبادل التجاري. امريكا النهارده بتئن، طبعت حوالي 3 تريليون دولار عشان تقوم اقتصادها مش عارفه. الاتحاد الاوروبي في اصلا ازمه عنده بخروج انجلترا من البريكس لسه ما تعافاش. النهارده بنشوف الحرب في الشرق، كل ده ترجم يا استاذ مصطفى لحاله التضخم في العالم كله اللي احنا طبعا متابعينها. على اي حال خلينا ننتقل لخبر عاجل مشاهدينا. حسب مصادر اوكرانيه وحسب اخبار اوكرانيه، روسيا قصفت 5 مطارات من بينها مطار كييف. مره اخرى، روسيا قصفت 5 مطارات من بينها مطار كييف. طيب يعني استاذ جمال رائف حضرتك معانا؟ ايوه. طيب استاذ جمال، يعني زي ما احنا متابعين للاخبار وقصف 5 مطارات منها مطار كييف، ايضا هناك انباء عن انفجارات في ماريوبول، ميناء ماريوبول في اوكرانيا. عايز اعرف من حضرتك يا فندم، يعني روسيا اتضح انها من الواضح انها اتخذت قرارها بالفعل، والغرب يعني خلينا نقول ان هو اختار ان يتبع سياسه العقوبات، وبوتين تحدث انه اذا اوكرانيا اختارت الا تنضم للناتو سيكون الوضع افضل بكثير. سؤال حضرتك يا فندم، هل بالفعل اوكرانيا كانت تملك خياراتها، ام ان الغرب كان له وجهه نظر اخرى واستخدم اوكرانيا؟ يعني في الوقت الاخير لم تعد تمتلك خياراتها، اصبحت مخلب قط في يد الجانب الغربي. كان هذا الامر يستلزم ان يكون مبكرا، يعني كان القرار بهذه الحكمه الدبلوماسيه والتفكير السياسي الرشيد كان يجب ان يكون مبكرا من الجانب الاوكراني. فكره يعني معاداه الجانب الروسي وازاء هذه العنجهيه السياسيه والحديث عن الناتو والانضمام الى الاتحاد الاوروبي والانتماء في احضان الجانب الغربي والاستفزاز المباشر للجانب الروسي، انا اعتقد ان هو لم يكن سياسه حكيمه من قبل الجانب الاوكراني. ودي في الحقيقه يعني نتاج ان تعول الدول على دول اخرى، يعني فكره انك تتنازل عن فكره خلق توازنات سياسيه خاصه ببناء مصالحك الداخليه وتعتمد على دول اخرى كبرى في الحفاظ على امنك وعلى استقرارك وعلى حتى مصالحك الداخليه، هذه هي المشكله الكبرى والضمه الكبرى، وده في الحقيقه اللي حدث حتى في بعض الدول في الشرق الاوسط. عشان كده بنقول دايما الدول عليها ان تبني سياستها الخارجيه بتوازن يخدم مصالحها الداخليه ويحمي الامن القومي الداخلي، ولكن استاذ جمال لم يحدث في اوكرانيا. استاذ جمال، يعني نتابع الان لقطات مباشره من العاصمه الاوكرانيه كييف والحركه في الشوارع
تبدو قليلة عما رصدناه يعني قبل ساعة من الآن. يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق صافرات الإنذار في العاصمة كييف وإعلان وسائل الإعلام الأوكرانية بأن روسيا قامت بقصف 5 مطارات في أوكرانيا من بينها مطار كييف، وربما هو ما يدلل عن يعني فكرة قلة الحركة في الشوارع أو في شوارع العاصمة كييف تحديدا. هل ترى الآن يعني هذا القصف وهذه الأماكن الحيوية التي تقوم روسيا باستهدافها أوكرانيا قادرة وحدها على صد هذه الهجمات، أم أصبح دخول حلف الناتو أمر حتمي لمساعدة أوكرانيا كحليف لها؟ الأحداث بتتسارع بوتيرة لم نكن نتوقعها، يعني لم نكن نتوقع اليوم أن يكون هناك مثل هذا القصف بهذه السرعة، ولكن أعتقد أن تحركات الجانب الروسي مبنية على اختبارات سابقة في الناتو. الناتو لم يواجه روسيا في أي مواجهات سابقة في الشرق الأوسط، وأيضا حينما اختبر بوتين صبر الناتو في الاعتراف الأخير بالدول في شرق أوكرانيا وقام بالفعل بتحريك قواته والمناورات وإلى ذلك، لم يرى رد فعل إلا سوى بعض العقوبات وبعض التنديد وبعض الشذب، وأيضا حتى الآلية الدولية المعتمدة في مجلس الأمن، وهي يعني في الحقيقة أيضا تعتبر معطلة، لأننا نتكلم على أصوات فيتو 2 الصين وروسيا و3 في الجانب الغربي فرنسا انجلترا الولايات المتحده الامريكيه. اذا حتى لا مجال لمجلس الامن للدخول الى في هذه القضيه، لان الفيتو سوف يعطل اي مسار. وبالتالي انا اعتقد ان بوتين يتصرف بارتياحيه لانه اختبر رده الفعل الخاصه بالناتو وايضا بالولايات المتحده الامريكيه، وراها انها سوف تقتصر سواء على الدعم العسكري للجانب الاوكراني، وسوف تكون الحرب من خلال الستار الاوكراني، وطبعا ده بالنسبه لبوتين جيد جدا لانه سوف يستطيع التفوق على هذا الامر، او من خلال العقوبات. والعقوبات الحقيقه سلاح غير ناجز تماما مع الجانب الروسي. ليه؟ صحيح. ببساطه جدا نحن نتحدث عن خساره لبوتين منذ منتصف العام الماضي في صادرات الغاز بعد دخول الولايات المتحده الامريكيه للسوق الاوروبي، يعني لا تضاهيها اي خساره اقتصاديه قادمه، لان الولايات المتحده الامريكيه دخلت الى السوق الاوروبي واحتلت المكانه الروسيه، وطبعا عبر الفزاعه الاوكرانيه، واستطاعت ان تسيطر على جزء كبير جدا من الصادرات الروسيه التي كانت تذهب الى الاتحاد الاوروبي من الغاز، وروسيا طبعا بتصدر للغاز 40% من قدراتها من الطاقه، وبالتالي هنا الخسائر اساسا موجوده، يعني بوتين لن يخسر اكثر من هذا. بنتكلم على خط نورد ستريم 2 الذي تم ايقافه، يعني الخسائر الاقتصاديه لن تكون اكثر يعني من اذا العقوبات الاقتصاديه لن تحقق جدواها. البيت الابيض اعلن منذ قليل بان الرئيس الامريكي جو بايدن سوف يلقي كلمه على الشعب الامريكي منتصف نهار اليوم، يعني بماذا سيخرج الرئيس الامريكي على الشعب وينظر اليه المحللين كونه الان في موقف ضعف نتيجه عدم حل هذه الازمه؟ بالتاكيد، يعني انطلق من حديث حضرتك، بالفعل هو الان في موقف ضعف على الصعيد الداخلي بالتحديد، يعني حتى مع شعبويه ترامب ودفاع ترامب لم يتخذ قرارات تورط الولايات المتحده الامريكيه دوليا بهذا الحجم، سواء في افغانستان او حتى في اوكرانيا الان. انا اعتقد ان بايدن اتخذ قرارات اضعفت من صوره الولايات المتحده الامريكيه دوليا بشكل كبير جدا، وابرزت التفوق الشرقي. وبالتالي انا اعتقد ان خطاب بايدن اليوم سوف يكون موجه بالتحديد للداخل، للناخب الامريكي، للراي العام الامريكي الذي يرى الان امريكا القويه القادره الذي وعد بها بايدن لم تحقق اي نجاحات على الصعيد الخارجي، فقط تورطت في افغانستان، فقط الان تتورط في اوكرانيا، وايضا لا تستطيع ان ترد، وردت فعلها ضعيفه للغايه. بعض العقوبات من الممكن ان تكون ناجزه على بعض الدول الناميه او الصغيره، ولكن لن تكون ناجزه على دول كبيره بحجم روسيا والصين، والولايات المتحده الامريكيه جربت هذه العقوبات مع الصين ولم تحقق اي مردود ايجابي، وبالتالي تكرر نفس الاخطاء. اذا استاذ جمال، لماذا تكرر نفس الخطا؟ لانها لا تمتلك اوراق اخرى. يعني انا اعتقد ان كان من المفترض ان يعني تكون التحركات الامريكيه اكثر هدوءا واكثر ثباتا وعقلانيه في الدفاع ناحيه شرق اوروبا. الولايات المتحده الامريكيه بعد دخول بايدن الى البيت الابيض وجهت
بصمه سياساتها الخارجيه الى نقطتين، النقطه الاولى شرق اوروبا والنقطه الثانيه الى بحر الصين الجنوبي الى يعني اسيا او يعني شرق اسيا من الاسفل يعني جنوب شرق اسيا بالتحديد. وبالتالي كان العمل على المحورين صعب في نفس التوقيت، وبالتالي وجدنا وتيره متسارعه ادخلت الولايات المتحده الامريكيه في اخطاء في التحركات الدبلوماسيه دفعت نتائجها سواء في افغانستان او الان في اوكرانيا. انا اعتقد ان هذه الهزه في صوره الولايات المتحده الامريكيه الان يجب ان يتبعها حوار دبلوماسي رصين وعقلاني ما بين الكتله الغربيه والكتله الشرقيه لانقاذ العالم من تبعات ما يحدث الان، ليس فقط انقاذ اوكرانيا او انقاذ حتى الولايات المتحده الامريكيه وصورتها، ولكن ما يعني المسؤوليه هنا بقى الدوليه، هناك مسؤوليه دوليه على الدول الكبرى. يعني استاذ جمال احنا لسه حديثنا مستمر مع حضرتك، لكن اسمح لي هنتقل لاستاذ مصطفى بدر الخبير الاقتصادي. استاذ مصطفى، الحقيقه انه عقب اي حادث يقع في العالم إذا تحدثنا من الجانب الاقتصادي هناك جانب خاسر وجانب مستفيد في كل الأحوال. من هي أو ما هي الأسواق التي يمكن أن تكون أو تكسب من وراء هذه العملية العسكرية الروسية، ومن أكثر الأسواق المتضررة؟ طيب خليني اسمح لي، ما فيش في الحرب كاسب وخاسر. هذه يعني بالدراسات الاستراتيجية، وطبعا بعد ما يعني بحيي الاستاذ جمال وطبعا بقول له صباح الخير واضم صوتي لصوته، لان انا بشوف كثير من السياسيين اللي بيتحدثوا ومنهم الدور البارز اللي بيقوم به الاستاذ جمال في التوصيف للوضع الحالي، وده في غايه الاهميه. ان الشعبويه اللي بتقوم بيها الولايات المتحده الامريكيه او ان شعبيه بايدن النهارده في أسوأ حالتها مؤثره تاثير كبير جدا على الوضع الاقتصادي، رغم ان احنا بنقول ان هو طبع تريليونات الدولارات عشان يملكها للشعب، ولكن دون ان يكون عنده رؤيه اقتصاديه واضحه. كلنا انتقدنا ترامب على كلامه وحديثه وما شابه لذلك، ولكن كانت رؤيته واضحه. ابرازه للدور الكيفيه الاستثمار مع الولايات المتحده الامريكيه. ساهم مساهمه كبيره مع كل العالم حتى وصوله لكوريا الشماليه اللي هو كانوا دايما بيقولوا له العدو البارز. ولكن كان في خلق فرصه كبيره جدا لاحياء الاقتصاد العالمي مره اخرى، ولكن قضت عليها الولايات المتحده بالسياسه العنجهيه اللي احنا بنشوفها في وقتنا الراهن. الوضع الحالي يا فندم النهارده كل العالم سوف يكون خسران. الحروب لن تكون فيها كسبان وخسران زي ما بيقال. بالتاكيد يا فندم، اكيد 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 هو وضع صعب في كل الاحوال، لكن خلينا نتكلم على مكاسب، تحقيق مكاسب اقتصاديه. هل يمكن ان يحقق اي اقتصاد لاي دوله ان كان يتمتع بمرونه كافيه او ان كان يتنوع يعني لديه تنوع او ما الى ذلك، هل يمكن لسوق بعينه ان يحقق مكاسب اقتصاديه من وراء ما يحدث الان في العالم؟ طبعا لا تاني، لان بقول لحضرتك النهارده هيكون في مكسب للسوق البترول، سوق البترول هيكون كسبان، ولكن تعالي بصي على الحاصلات الزراعيه مش هتكون متواجده نظرا للحرب اللي احنا بنشوفها، هيكون سوق الغاز في ارتفاع فعلا وليه مردود مالي كبير، ولكن التجاره العالميه هتتاثر. خلي بال حضرتك احنا بنتكلم على ما كملناش شهر او الثاني في بدايه الحرب اللي هي كانت بدايه حرب زي ما بنسميها كده، نعم، منازعات ثم انتقلت للحرب الفعليه على ارض الواقع. دكتور مصطفى، يعني حضرتك تحدثت عن ارتفاع لأسعار النفط تحديدا، وفي خبر عاجل وصل إلينا منذ قليل خام برنت يتخطى حاجز 103 دولارات يعني في أقل من ساعتين تحديدا قبل أن يحدث هذا التدخل العسكري في أوكرانيا، كان يتخطى يعني لم يتخطى حاجز 100 دولار. نتحدث عن 3 دولارات ارتفاع في ساعتين تقريبا أو أكثر بقليل. يعني انعكاسات ذلك دكتور مصطفى بشكل عام على الاقتصاد العالمي، وما هو أو ما هي الخطوات التي من الممكن أن تلجأ إليها الدول الكبرى لرأب الصدع و حل هذا الخلاف ما بين روسيا وأوكرانيا؟ خلينا نقول يا فندم هذا في ساعتين فقط، تخيل حضرتك تجاوزنا. أستاذ مصطفى عذرا للمقاطعة، لكن لدينا خبر عاجل، وكالة الأنباء الفرنسية القوات الروسية وصلت أو تدخل بريا
لأوكرانيا. فأنتقل بهذا الخبر العاجل لأستاذ جمال رائف. أستاذ جمال، يعني مرة أخرى القوات الروسية تدخل بريا إلى أوكرانيا، الأحداث تتسارع يا فندم، رؤيتك لما يحدث وما القادم؟ يمكن بالفعل كما أوضحت لم نكن نتوقع ولا أحد يتوقع هذه الوتيرة متسارعة للغاية. يمكن الجميع الآن في لحظة دهشة كبيرة جدا، الجميع يترقب إلى أين تنفتقد هذه القوات. نعم ندرك أن القوات سوف تدخل من الجانب الشرقي من أوكرانيا، ولكن هل سوف تقف عند حدود الدولتين يعني اللي تم الاعتراف بهم أم سوف تتقدم أكثر؟ نعم هناك هجوم الآن جوي، ولكن فكرة الهجوم البري أنا أعتقد أنه سوف أيضا تكون خسائره أكثر صعوبة، وهنا بقى سوف يعني يكون الأمر أكثر صعوبة سواء على صعيد الجانب الأوكراني الذي عليه أن يتخذ بعض الخطوات الجدية والحقيقية. أستاذ جمال، وحضرتك تتحدث عن الخسائر لهذا القصف سواء كان القصف الجوي أو الدخول البري، يبدو أن الوجه الأسود لهذه الحرب بدأ أن يظهر بإعلان السلطات الأوكرانية عن وقوع 7 قتلى و9 جرحى في شرق أوكرانيا، كيف ترى هذا؟ يعني أرى هذا أن لا مجال بقى للحديث الآن عن فكرة يعني الشجب والإدانة، ويجب أن يكون هناك حديث دبلوماسي حقيقي وأن تتبنى الأمم المتحدة رؤية حقيقية لوقف النزاع. يمكن حتى حديث جوتيريش بالأمس عن أنه يخاطب الإنسانية، لا مجال لمخاطبة الإنسانية، نريد مخاطبة دبلوماسية، نريد مخاطبة سياسية. الإنسانية الآن في مأزق، وبالتالي لا نريد أن نخاطب الإنسانية، نريد أن نخاطب الساسة والدبلوماسيين وأن نجلسهم الآن على طاولة واحدة حتى لا يدخل العالم في أزمة. نتحدث عن كورونا، نعم، نتحدث نعم. عن ولكن هل للدبلوماسية مكان الآن بعد أن يعني انطلقت طبول يعني التدخل العسكري تحديدا حسبما وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟ يعني التاريخ يؤكد ان الدبلوماسيه طوال الوقت توقف النزاع، وده حدث بعد الحرب العالميه الاولى، حدث بعد الحرب العالميه الثانيه، حدث في كل الصراعات الدوليه. يعني الحرب ليست الهدف، ولكن في الاخر التفاوض والجلوس وايجاد موائمه سياسيه حقيقيه ترضي كافه الاطراف، اعتقد ان هذا امر. انا اعتقد ان الجانب الغربي نفسه عليه ان يتنازل عن بعض يعني العنجهية السياسية وأن يهدأ ويجلس على الطاولة بنوع من أنواع التواضع السياسي، وأن حتى يقدم ضمانات سريعة. نعم أستاذ جمال، ولكن نحن أمام واقع الآن، الواقع يقول حسبما أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية بأن القوات الروسية تدخل أوكرانيا، القوات البرية تحديدا تدخل أوكرانيا من كل الاتجاهات، فهذا دلالة على أنها يعني ليست عملية قصف جوي فقط، بل يعني هي أشبه بحرب على أوكرانيا، إنجاز لنا هذا التعبير. يمكن خطاب بوتين في الحقيقة كان واضحا، يعني بوتين تحدث عن يعني صراع عقائدي وتحدث عن أمور عقائدية من الأول، الجميع اكتشف منها أن هناك نوع من أنواع الرغبة في يعني احتواء هذا الإرث العقائدي مجددا وإحياء هذا الميراث السوفيتي مجددا، وبالتالي أنا أعتقد أن ده كان واضح في خطاب بوتين بشكل صريح. ولكن أنا أعتقد أن كيف الآن المواطن هناك هو من يدفع ثمن، يدفع ثمن هذا الصراع السياسي والصراع العقائدي وهذه المناورات الدولية في الحقيقة اللي أدت إلى أمور سيئة، ولكن أيضا أن تلقي هذه الأحداث المؤسفة الآن بتبعاتها على منطقة الشرق الأوسط وعلى منطقة وعلى العالم أجمع، هذا هو الخوف الأكبر. كنا بنتحدث عن جائحة كورونا، بنتحدث عن تضخم عالمي، بنتحدث عن أزمات اقتصادية، بنتحدث أيضا عن صراعات لم تخمد حتى الآن. يعني منطقة الشرق الأوسط فيها الكثير من البؤر ما زالت مشتعلة، إلى أين سوف يذهب العالم؟ أنا أعتقد أن هذا سؤال صعب للغاية. إذا كان هناك علاء جديد وهناك رغبة لتشكيل مجتمع دولي جديد، فعلى أصحاب هذه القرارات أن يجلسوا، وهذا حدث من قبل، وبالتالي أنا أعتقد أن حان الوقت للجلوس لإيجاد موائمة لشكل العالم الجديد بعيدا عن قتل الأرواح وزحق الأرواح والدخول. طيب أستاذ جمال، إحنا أمام دلوقتي مشهد وعلى أرض الواقع وهو دخول القوات البرية الروسية إلى أوكرانيا ووجود قتلى ووجود جرحى، هل الغرب كان يعتقد أو كان متأهبا لتسارع هذه الأحداث أم أنه تفاجأ؟ هل لديه خيارات عديدة؟ هل هو
خياراته مقتصرة فقط على الدبلوماسية أم أنه أمامه خيارات أخرى؟ الوضع اختلف أعتقد كثيرا يا فندم. أنا أعتقد أنه كان مدرك ولكنه لم يكن متأهب، يعني أنه كان مدرك ولكن تأهبه كان على نطاق ضيق للغاية. كان الجانب الغربي يعتقد أن إيقاف خط نورد ستريم للغاز أو بعض العقوبات على الجانب الروسي سوف يحجم الطموح الروسي، ولكن هذا لم يحدث. وبالتالي هنا نحن أمام سيناريوهين بالتحديد. السيناريو الأول، إما أن نجد مواجهة مباشرة ما بين الناتو وروسيا، وهذا شبه مستحيل يعني في الحقيقة، لأن إذا حدث هذا الأمر فنحن بصدد نزاع نووي ونحن بصدد كارثة كبرى، ونأمل أن لا يحدث هذا ونتمنى وندعو الله أن لا يحدث هذا، وأعتقد أن ده صعب جدا. السيناريو الآخر وهو أن يعني تحصل روسيا على الكثير من المكاسب على الأرض وتثبت قوتها على الأرض، ومن ثم ينتقل الحوار إلى حوار دبلوماسي وسياسي. ولكن هنا الجانب الغربي سوف يجلس على طاولة المفاوضات دون أوراق لأنه خسر جميع الأوراق لأنه لم يتدخل. نعم أستاذ جمال، يعني أعتذر لحضرتك، نذهب الآن إلى كلمة رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين. أوكرانيا والشعب الأوكراني، وسنستمر بتقديم الدعم لهم وستنتصر أوكرانيا. شكرا. من بين أتقن ساعات لأوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فقوة نووية كبيرة قد اعتدت على دولة مجاورة وتهدد بأعمال انتقامية ضد أي دولة أخرى قد تأتي إلى إنقاذ الدولة الصغيرة. هذا لا يعد أكبر انتهاكا للقانون الدولي، بل يعد أيضا انتهاكا للمبادئ البشرية المبنية على التعايش، وسيكلف أرواح الكثيرين من دون أن نعرف ما هي التداعيات الحقيقية. لذلك ستكون الاتحاد الأوروبي سيرد بشتى الطرق، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل قد دعا لعقد اجتماع للمجلس الأوروبي مساء اليوم، وسيوافقون على توفير المساعدات السيادية لفرض أقصى حزمة من العقوبات ضد روسيا، وهي من بين الأشد التي فرضناها في تاريخنا. كالممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية في الاتحاد الأوروبي، سأتواصل مع شركائنا من حول العالم، وذلك لضمان أن يتمكن المجتمع الدولي ملما بحرجية هذه اللحظة وبخطورتها، وبأن نبقى متحدين ضد روسيا، ولندعوها لأن تكف عن سلوكها الحالي غير المقبول. وستواجه القيادة الروسية انعزالا غير مسبوق. لا يتعلق الأمر بالتكتلات ولا يتعلق الأمر بالألعاب الدبلوماسية، بل هي مسألة حياة أو موت، ويتعلق الأمر بمستقبل المجتمع الدولي. وسنقف متحدين من خلال شركائنا عبر الأطلسي ومع كل الدول الأوروبية دفاعا عن هذا الموقف. سنبقى متحدين وسنقول أنه ما من عنف أو دمار يملكان القدرة على تدمير المكاسب الدبلوماسية. الاتحاد الأوروبي يبقى أقوى مجموعة دول في العالم، ويجب ألا يستهان بنا. نحن سنعمل الآن على تصميم تقديم المساعدات الطارئة لأوكرانيا في وجه هذا الموقف الخطر، كما سنكون فاعلين في تدبير عمليات الإجلاء بما فيها لموظفينا في المناطق التي تعرضت لاعتداء. الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى شركائه عبر الأطلسي وشركاؤها أجرت وبذلت جهودا غير مسبوقة لتحقيق حل دبلوماسي للأزمة التي أدت إليها روسيا، إلا أن موسكو لم ترد بالمثيل، ولكن عوضا عن ذلك قد اختارت روسيا أحديا أن تبدأ بتصعيد غير مسبوق قد يؤدي إلى حرب. الرئيس فلاديمير بوتين الرئيس الروسي عليه أن يوقف هذا الاعتداء غير المنطقي، واليوم أفكارنا مع وصل.
مشاهدينا تابعنا مع حضراتكم كلمة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزاب بوريل. خلينا نناقش حديث الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي مع أستاذ جمال رائف. أستاذ جمال، يعني تابعنا كلمة جوزاب بوريل ويعني تحدث أن الاتحاد الأوروبي سيرد بكل الطرق على هذه العمليات العسكرية وعلى هذا الهجوم الروسي، وأن المفاوضات الأوروبية ستستمر بدعم أوكرانيا. تحدث عن فرض عقوبات اقتصادية أكثر صرامة، وهي يعني هو تحدث أنها الأكثر قسوة، ووجهت دعوة روسيا بالتوقف عن التصعيد، وتحدث أنها مسألة حياة أو موت وتتعلق بمستقبل المجتمع الدولي، وأيضا تحدث عن اختيار روسيا أحاديا تصعيد غير مسبوق وغير منطقي. يعني أستاذ جمال، إحنا ما زلنا أمام إقرار عقوبات اقتصادية على روسيا. يعني للأسف برضه نفس الآلية في الحديث مع الجانب الروسي، لم تتغير الآلية ولم يتغير التصرف الروسي. كان يجب على الاتحاد الأوروبي أن يخرج بآليات جديدة، بحديث جديد، يعني نمط سياسي أو دبلوماسي آخر للحديث مع الجانب الروسي، ولكن أيضا العقوبات الاقتصادية ربما هن عدم قراءة جيدة للواقع الروسي. الواقع الروسي في الحقيقة يستطيع أن يتحمل التقشف والأزمات الاقتصادية، خصوصا أنه لديه إرث اشتراكي يؤهله إلى هذا الأمر، ولكن المواطن الغربي لا يستطيع برفاهية الغرب أن يتحمل التقشف الاقتصادي، وبالتالي هنا القياس في العقوبات خاطئ للغاية. الاتحاد الأوروبي يتحدث عن عقوبات سوف تؤثر على الداخل الروسي، بينما الداخل الروسي متأهب لهذا الأمر، لديه من التاريخ ومن الإرث التاريخي ما يجعله يستطيع أن يتقشف وأن يتحمل الظروف الاقتصادية الصعبة، وهو تحمل الظروف الاقتصادية من قبل، وبالتالي هذا السلاح غير ناجع لإيقاف الحرب في أوكرانيا، ومن ثم أيضا الحديث عن نفس السلاح. نعم. أنا أعتقد أستاذ جمال، يعني دعني أنقل لك هذه التصريحات العاجلة على لسان الجانب الأوكراني، بأن روسيا قامت بقصف 6 مطارات، من بين هذه المطار مطار العاصمة كييف، وعدد الجرحى ارتفع والقتلى من يعني 8 قتلى و9 مصابين حتى هذه اللحظة. فيبدو أن هناك وتيرة في الأحداث، هذه الوتيرة تتزامن أيضا مع كما تابعنا المؤتمر الخاص بالاتحاد الأوروبي التي قالت فيه أورسولا فون دير لاين رئيسة أو المفوضية، رئيسة المفوضية الأوروبية تحديدا، والتي قالت فيه يعني سنستمر بتقديم كل الدعم لأوكرانيا. ما هي صور الدعم التي من الممكن أن تقدمها أو يقدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في ظل أيضا تصريحات جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي بأن الأمر أصبح لا يتعلق بالدبلوماسية، فهي مسألة حياة أو موت، والأمر أصبح يتعلق بالمجتمع الدولي ككل؟ طب هنا يجب أن نربط قصف المطارات بالدعم الأوروبي، لأن هنا نتحدث عن قطع يعني سلاسل الإمداد والتمويل إلى الداخل الأوكراني. أنا أعتقد أن الآن ضعفت خطوط الإمداد والتمويل للداخل الأوكراني، الجانب الأوروبي لن يستطيع نقل سواء مواد غذائية أو حتى أدوات عسكرية ثقيلة إلى البر طبعا جوا إلى الداخل الأوروبي، وهذه معضلة. وبالتالي هنا أوروبا ساهمت في حصار أوكرانيا بعد أن يعني دخلت في عناد سياسي مع روسيا، كانت عليها أن تتوقع مثل هذه السيناريوهات، وبالتالي الأمر الآن يتأزم، وبالتالي الدعم أنا أعتقد أن مهما كانت أشكاله فهنا سوف يكون المواطن الأوكراني هو من يدفع هذا الثمن، لأن بالتأكيد نتحدث عن ضحايا، نتكلم الآن عن عدد من القتلى، وبالتالي سوف تزداد هذه الأرقام. ومن ثم أنا أعتقد أن الدعم يعني لن يكون يعني جيد في ظل أن قصفت المطارات الآن، وبالتالي الأمر صعب. أيضا روسيا لديها 3 جبهات مختلفة للدخول إلى أوكرانيا، بنتحدث عن بيلاروسيا، بنتحدث عن روسيا نفسها، بنتحدث أيضا عن يعني البحر الأسود في الأسفل، وبالتالي أنا أعتقد أن يعني روسيا تمتلك الجغرافيا الآن بشكل كامل، سواء
عبر شل حركة الطيران في أوكرانيا أو يعني عبر امتلاك الحدود. وضحت الفكرة يا أستاذ جمال، احنا نشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ جمال رائف على كل هذه الإيضاحات والتحليلات، نشكرك يا فندم جزيل الشكر. مشاهدينا ننتقل مع حضراتكم للسفير عزة سعد مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. أهلا وسهلا، صباح الخير. أهلا بحضرتك. يعني إحنا أمام تصعيد يعني في أوكرانيا من قبل الجانب الروسي، وأيضا شهدنا تصريح الاتحاد الأوروبي، الممثل على الاتحاد الأوروبي وأيضا رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي. فندم، يعني كيف ترى هذه التصريحات، كيف ترى هذه الوتيرة المتسارعة، وكيف يؤثر ذلك على الاقتصاد العالمي لا سيما طبعا الشرق الأوسط؟ هو طبعا الحقيقة لم نكن يعني نتمنى أن يصل التوتر فيما بين الجانبين إلى هذا الحد، لأنه زي ما حضرتك قلتي من المؤكد أنه هناك آثار سواء كانت لها علاقة بالاقتصاد أو بالطاقة أو حتى بالملفات السياسية المختلفة، بحكم أن روسيا أيضا تلعب دور في بعض الملفات هنا في المنطقة. لكن على أي حال ما حدث متوقع، ويمكن كلنا تابعنا في خلال الأيام الأخيرة أو حتى أمس كان في حتى إشارات للتوقيتات التي سوف يقوم الجانب الروسي ب يعني عمل عسكري إلى آخره. أنا لست رجل عسكري أو في وضع يسمح لي بدخول في تفاصيل ما يجري يعني، لكن كل ما أستطيع أن أقوله أنه كما فهمنا من بيان الرئيس بوتين الأمر يتعلق بعملية عسكرية خاصة يعني موجهة لهدف معين، وهو كما ذكر الجماعات المتطرفة داخل إقليم الدونباس اللي أصبح جمهورية مستقلة. نعم. وطبعا يعني المراقب لهذه القضية منذ سنوات طويلة حتى بعد 2014 بعد ضم القرم يعلم أن هناك جماعات يمينية داخل أوكرانيا، جماعات يمينية متطرفة بتحمل أجندة معادية للأوكرانيين من أصول روسية. نعم. وما فعله الرئيس بوتين خلال الأيام القليلة الماضية هو أنه في 21 فبراير كما نعم. سعادة السفير يعني دعني أنقل لك هذا الخبر العاجل بأن أوكرانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطيران المدني. تعليق حضرتك يا فندم. ما شيء طبيعي، هذه معركة، لكن يجب أن يعني أنا فاهم أنه هذا في حدود الجمهوريتين المستقلتين اللي أعلنت عنهما روسيا، وأنه المبرر لهذا هو حماية الرعاية الأوكرانيين من أصل روسي أو الروس إذا شئت سيادتك. نعم. لأنه إحنا برضو يجب أن يكون معلوم أنه المتمردين في الإقليمين اللي أصبحوا جمهوريتين لا يسيطروا إلا على تقريبا حوالي 30% من مساحة هاتين الجمهوريتين. نعم سعادة السفير، نتحدث الأخرى تحت سيطرة الجماعات اليمينية المتطرفة اللي بتنشط ضد الروس. نعم. اتفضل يا استاذ احمد. اتفضل بسمعك يا فندم، اتفضل. فهو يعني انا قراءتي لتطور الموقف الروسي انه تماما مثل ما حدث في حرب الايام الخمسه في اوكرانيا في جورجيا في 2008. نعم. انه بوتين قدر انه الوسيله الناجعه لحمايه الاقليات الروسيه في اوكرانيا هو لانه في يعني في تفاصيل كتيره لها علاقه بقى برؤيه روسيا للامن الاوروبي
وانه يبقى في اتفاقيات مينسك نفسها بتنص على حقوق ثقافيه وسياسيه للاقليات الروسيه في الاقليمين، ده كان من ضمن اتفاقيات مينسك، وانه هو يبقى ليهم قول في مساله الانتخابات الى اخره. فهو يعني بشكل او باخر الراجل بيقدم نفسه، وكما شرح بشكل مفصل في بيانه انه هذه العمليه قاصره على الجماعات اليمينيه المتطرفه اللي لديها اجنده عدوانيه ضد الرعايه الاوكران من اصول روسيه اللي هو من سبب تدخله. نعم. وانه بيسعى الى سعاده السفير او بسط. نعم. سيطره المتمردين اللي هو مفترض اللي هم اللي من اجلهم دخل على كامل الجمهوريتين. ويجب ان نلاحظ انه في اليوم التالي لاعلان. نعم. الرئيس بوتين، سعاده السفير، يعني نتحدث الان عن يعني وجهه النظر لما بعد المؤتمر الخاص بالمفوضيه الاوروبيه التي قالت صراحه بان الامر اصبح لا يتعلق بالدبلوماسيه وانها هي مساله حياه أو مسألة موت. سعادة السفير عزة سعد مدير المركز المصري للشؤون الأفريقية، شكرا جزيلا لك. ونتحول إلى الأستاذ ماك الشرقاوي المحلل الخاص من واشنطن تحديدا لمعرفة الوضع على الأرض وردود فعل الشعب الأمريكي بعد يعني أن حسبما قالت التصريحات وقال المحللين السياسيين بأن أمريكا يعني ذات موقف ضعف في هذه التدخل أو في هذا التدخل العسكري الذي حدث في كييف، نظرا لأنها لم تستطع رأب الصدع منذ البداية واللجوء للحل الدبلوماسي. أستاذ ماك، أهلا بك وأهلا بمشاهدينك الكرام. أعتقد يعني أن هذا السيناريو متوقع بالتأكيد، ويعني الولايات المتحدة الأمريكية والوزير بلينكن وزير الخارجية الأمريكي يعني شرح تقريبا كل ما يحدث الآن في مجلس الأمن منذ تقريبا 5 أيام. وأعتقد أن الرئيس بوتين الآن يضع العالم أمام يعني الأمر الواقع ويتخذ يعني موقف أحادي ويشن عملية عسكرية على أوكرانيا، وبدأت بفعل يعني العمليات العسكرية واستهداف قوات الدفاع الجوي الأوكراني. نعم. وقوات سلاح الطيران الأوكراني. أعتقد ردود الأفعال متباينة. البيت الأبيض أصدر بالأمس بعض العقوبات على روسيا، و كلمة الرئيس بايدن كانت واضحة. نعم. اعتبار ما فعله بوتين هو غزو، عندما تدخل القوات الروسية إلى الأراضي الأوكرانية تحت ذريعة أنها قد اعترفت بدولتين ووقعت اتفاقات دفاع مشترك معهم. نعم. حتى تدخل القوات الروسية إلى أوكرانيا، هذا يعتبر هو غزو، فهو بالتأكيد اللي حيستوجب فرض العقوبات التي قررتها الولايات المتحده الامريكيه حاله ان غزت. صحيح سيد ماك، ولكن يعني عذرا للمقاطعه، اعتقد اننا امام امر واقع الان، وان العقوبات الاقتصاديه لم تستطع يعني ردع روسيا، او لم تستطع ان تجبر روسيا على ان تغير موقفها او قرارها. بالتاكيد ومتفق معك في هذا الطرح، ولكن يعني هناك ايضا ردود افعال اخرى. عندما تحدث البنتاغون الامريكي منذ اسبوعين ان البنتاغون الامريكي يعني يدرس الخيارات العسكريه ما اذا حدث ذلك، ايضا حلف الناتو في تصريحات قويه بالامس واليوم، بالتاكيد يعني سوف يكون هناك ردود افعال، ولكن هل تصل ردود الافعال الى يعني الدخول في صراع عسكري مع قوه عظمى زي روسيا وهي دوله نوويه؟ اعتقد ان بالتاكيد الامر يحتاج الى الكثير من التروي، خاصه الرئيس الفرنسي ماكرون جمع مجلس
الأمن ومجلس الدفاع الفرنسي، أعتقد أن هناك ممكن أن يكون ردود أفعال من حلف الناتو، ردود أفعال من بريطانيا، ردود أفعال من الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن هناك الآن قوات بالفعل تم نشرها في منطقة يعني البلقان في الدول المحيطة. الولايات المتحدة الأمريكية دفعت ب 3500 جندي، حلف الناتو نشر قوات هجومية. يعني سيد ماك، الحقيقة احنا يعني نحن في حالة ترقب لما يحدث وفي متابعة مستمرة لما يحدث طبعا في أوكرانيا. سيد ماك شرقاوي من واشنطن المحلل السياسي، نشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر. مشاهدينا الكرام، يعني تغطية صباح الخير يا مصر لهذا الحدث قد انتهت، لكن قبل أن نترك سيادتكم مع أو نترككم مع استمرار التغطية، خلوني يعني أوضح لحضراتكم آخر تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا في سطور سريعة جدا، وهي بعد أسابيع من الحشد العسكري والتحذيرات والترقب، بدأ الجيش الروسي صباح الخميس عملية عسكرية خاصة ضد أوكرانيا. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يأمر بشن عملية عسكرية خاصة تستهدف أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس للقضاء على ما وصفه بأنه تهديد خطير. ثم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعتمد مرسوما لفرض الأحكام العرفية والبرلمان يقره، وبوتين يقول أن هدفه هو نزع سلاح أوكرانيا وتخلصها من هذا الفكر. وأيضا حرس الحدود الأوكراني يقول أن قوات روسية هاجمت أوكرانيا من روسيا البيضاء أو بيلاروسيا. وأيضا أخيرا يعني وصلنا أن القوات الروسية تقدمت برا نحو أوكرانيا. إذن جمانة، نحن أمام وتيرة متسارعة لتدخل عسكري شن على أوكرانيا صباح اليوم، وتحديدا في شرق أوكرانيا ومدينة دونباس، هذه المدينة التي قامت القوات الروسية في الصباح بعمل هجوم عسكري عليها. مزيد من التفاصيل مشاهدينا سوف نتابعها من خلال التغطية المستمرة على مدار اليوم بمشيئة الله على القناة الأولى المصرية. شكرا لكم وإلى اللقاء.